مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. احنا ليه بقينا كده؟ احنا مبسوطين ان احنا بقينا كده. المنظر اللي احنا شايفينه ده في مصر، الصوره بتقول انه احتمال يكون عند جامعه القاهره، الصوره بتقول ان ده رجل امن شايل رشاش، الصوره بتقول ان دول مواطنين مصريين اللي راكبين مش فرحانين، واللي يشك اللحظه ان العسكري ده فرحان انه بيعمل كده او الضابط ده فرحان بوضعه الجديد ده يبقى غلطان، واللي يعتقد للحظه ان احنا شايفين المنظر ده ونقول ان ده هيرجع لنا الامان يبقى واهم. ده منظر مقبض. لماذا وصلنا الى هذا الحد من الخوف؟ كله خايف. صدقوني اللي شايل السلاح وعارف انه ممكن يموت في اي لحظه خايف، واللي قاعد في الاتوبيس ومجرد ان شافه حس ان ممكن يكون في حد مننا معاه قنبله خايف، وانا قاعد اتفرج اذا حصل حاجه في اتوبيس زي ده انا هبقى خايف، وانا ماشي في الشارع وانا راكب عربيتي وانا قاعد في بيتي وانا نازل وانا قاعد في مكان انا خايف. ايه اللي وصلنا لده؟ ايه اللي وصل الارهاب يبقى جزء مننا؟ اوعى حد يقول لي ربعه. كل دم غالي، حتى دم ربعه. بس اللي كانوا قبل ربعه مين اللي موتهم؟ من 25 يناير وانت جاي، من الاتحاديه، من المقطم. مين اللي موت دول؟ مين اللي دخل لغه الموت في قاموس المصريين؟ مين اللي خلى الدم عندنا رخيص؟ مين اللي خلانا نخاف من بعض؟ وخاف اد ظهري، وخاف اسلم على حد لا يكون غضبان مني او عايز يموتني. مين اللي خوني؟ ومين اللي قال للتاني وكل واحد بيقولها للتاني انت خاين وبايع وطنك، انت بايع دينك، انت كافر ولازم تموت، وكله بقى يكفر بعض. بتكفر الاسلامي وتقول ده مش اسلامي، ده جايب من الدين اللي مش في الدين. واللي بيقول انه اسلامي بيكفر اخوه وبيقول انه ما بيفهمش الدين. مين؟ مين اللي عمل فينا كده؟ مين اللي خلى الدم بحور ومحدش عارف يلاقي حل؟ مين اللي خلانا ننام مذعورين؟ مين اللي خلانا بقينا نشك في ديننا ونقول هو ده الدين؟ مين اللي عمل فينا كده؟ وازاي وصلنا لده؟ وكنا فين قبله؟ كنا بنتكلم عن فساد وعن حرية وعن عدالة اجتماعية، ما كناش بنتكلم عن حق الدم، عن الموت. كان كل سنة بنيجي نقعد نفصص ونقول ليه قتلت جوزها؟ ليه قتل أمه؟ ليه خانت ده؟ مين قتل مين علشان يسرق منه 10 جنيه؟ ده كنا اللي بنتكلم فيه، كان الفقر والجوع والجهل. بقينا نتكلم في الطار، وطار كبير وواسع. طب يا ترى لو انت صاحب حق؟ طب يا ترى لو انت شفت دم واخوك بيموت وزعلان عليه، هل حل ده الدم؟ هل الدين بيقول حل الدم دم؟ والدم هيوصل لدم هيوصل لدم؟ هل حل ده ان البلد تخرب؟ ان ما يبقاش عندنا بلد؟ ان نعيشها بقانون ارهاب وبسلاح في وش كل مواطن نفتش فيه وندور عن نواياه ونقول له انت مع مين وهتقتل مين؟ هل الحل ان احنا نحولها خرابة؟ طب تعالوا ندور على وطن تاني، تعالوا نسأل ايه الوطن اللي ممكن نروحه؟ نروح ليبيا؟ اتدمرت، ما تعرفش تعيش ولا تمشي ولا انت عارف انت بنغازي ولا طرابلسي. نروح فين؟ نروح السودان في الجنوب ولا في الشمال؟ وهتشتغل مهرب ولا هتموت من الجوع؟ تروح العراق علشان يقتلوك على هويتك، انت مسلم وسني ولا شيعي ولا مسيحي ولا كردي؟ تروح فين؟ تعال ننقي بلد، دور حواليك وتشوف انت عايز توصلنا لمين، عايزنا نبقى شكل مين. ولما نبقى شكله هتعيش؟ هترجع حق دم اللي راح؟ لما الجيش يروح ندمر الجيش، ندمر الشرطة، بلاها اعلام خليها ضلمة، مفيش قضاء خليها احكام عرفية، هتعيش ازاي سيادتك؟ انت فاهم انها هتجيلك؟ فاهم انها هتيجي في حجرك وتبقى انت مبسوط؟ ايه رأيكم نروح قطر؟ هو حد يعرف ايه اللي حصل في قطر؟ سمعتوا من اي قناة عن اللي خرجوا في تظاهر؟ هو اتمسك ولا رجعوه بيته وقالوا له فلتحيا الديمقراطية؟ سمعتوا قناة الحظيرة بتهلل وبتقول ايوه احنا بلد ديمقراطي عندنا ناس خرجوا في مظاهرات؟ سمعتوا عن شاعر دخل خد 15 سنة عشان كتب تغريدة؟ يعني قطر ما تنفعش؟ معقولة؟ طب نروح فين؟ ايه البلد اللي انتوا عايزينها؟
نروح زي قطر ونجيب الإسرائيليين وندخل نتنياهو الجزيرة ونروح نتعالج عندهم ونسكن في بيوتهم ومستشفياتهم؟ قولولي نموذج نروحه. فرحانين بانتخابات المحلية بتاعت تركيا؟ ما هي تحت القبضة، ما هم لما مسكوها محدش يعرف يخلعه، ولما حد قال يا فساد شال الشرطة وشال القضاء وحبس الناس وقفل تويتر وقفل فيسبوك. هي دي الديمقراطية اللي بتتكلموا عنها؟ ايه البلد اللي انتوا عايزينها ما كانتش مصر؟ لا مصر دلوقتي حلوة ولا اللي انتوا عايزينها هتبقى احلى، ده هتبقى خرابة. مصر لازم تبقى حلوة، بس مش هتبقى حلوة طول ما احنا بنحارب في بعض او بنخون في بعض. الشباب اللي احنا بنشوفهم في الجامعة، مش عايز اتكلم عن شباب شايل سلاح، لان هذا الشاب قد يكون ضحية ولكن وصل لمرحلة صعبة، بس عايز اقول لكم ان في شباب تانيين لابد ان نعترف ان هذا المجتمع اجرم في حقهم سنين طويلة، وقصرنا وغبنا وما شفناش وتكبرنا عليهم وعملناهم على اننا نحتكر الحكمة والفهم، فلما تاهوا في الطريق وقرروا ان يكون لهم عالم خاص تصدموا معانا، فبقى تفكيرهم ان هذا المجتمع فاسد والمجتمع رافضهم والمجتمع مش عايزهم وهم الاغلبية. ففرجونا هتعملوا ايه؟ احنا داخلين صراع مع مين؟ احنا داخلين صراع مش هينتهي، ومش هيحلوا قانون ارهاب النهاردة. قعدوا من الساعة 7:30 في مجلس الوزراء علشان يغيروا قانون الاجراءات الجنائية ويعملوا تعديلات عليه علشان ياخد اعدام الارهابي. ما الارهابي عايز يموت، الارهابي فاهم انه لما يموت ويفجرك وتموت دخلك النار وهو دخل الجنة، هو ده فكره، هو حليف الشيطان، هو والشيطان، زي ما اخر مرة قال الشيخ اسامة الازهري معايا هنا لما حد راح للشيخ الشعراوي وقال له معنى عظيم، قال له الناس اللي بتشرب خمرة دي مفيش فايدة فيها، قال له عايز تعمل ايه؟ قال له عايز افجر نفسي فيهم، قال له على هيروحوا فين لما يموتوا؟ قال له النار، قال له يعني انت زي الشيطان، انتوا الاتنين هدفكوا واحد، في حين ان الاديان نزلت علشان تدعو الناس للهداية، علشان يواجهوا الشيطان وما نخليهمش يدخلوا النار، واللي غلطان نصلحه بالحسنى مش بالديناميت والمتفجرات وقنابل الاسمنت اللي بتتعمل، مش بزرعها تحت الشجر الاخضر علشان يموت ويطلع لك حد متحذلق ويقول لك ده بيقطعوا الشجر. يا اخي كنت عايز اسمع صوتك وقول بيفجروا الشجر، قول بيموتوا البشر، لكن انت وقفت قدام بيقطعوا الشجر وما طلعش الشجر اتقطع، بس انت بتصطاد بانهي عين وعايز توصل لايه؟ احنا واصلين لمرحله لابد ان نقف عند نقطه ونفكر، كيف يمكن ان نحترم شباب هذا الوطن، الشباب المحترم، مش الشباب الارهابي ولا الشباب القاتل، الشباب الغاضب، الشباب اللي مش عاجبه انه يتفتش كتير على باب الجامعه ويتبهدل، الشباب اللي رافض يبقى منظر الجامعه في ناس مسلحين واقفين ببنادق وهم خايفين وعارفين انهم ممكن يموتوا في اي لحظه. انت هتلوم الضابط اللي جه غصب عنه علشان خايف من تفجير، ولا هتلوم اللي فجر؟ فكروا فيها صح، وتعالوا ندور مع بعض على طريق يوصلنا لمستقبل هذا البلد، مستقبل هذا البلد اللي انت يجب انك تلاقي فيه حياه كريمه، وانك تربي اولادك، وانك تعيش كويس، وانك تكون امن على نفسك، مش انك تموت ابدا في سبيل قضيه انا مش عارف عنوانها ايه. اللي يعرف عنوان القضيه يقول لي. نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. قبل ما ابتدي الاخبار عايز اقول لكم عندي ايه النهاردة. عندي النهاردة فقرتين مختلفتين قوي. الفقرة الاولى هيكون معايا فضيلة الداعية الاسلامي سيدي الحبيب علي الجفري، ومعاه سيدي الاستاذ الدكتور اسامة الازهري المشرف على مكتب رسالة الازهر ضيف الاسبوع. بعد كده هيكون معايا الشيخ اسامة ان شاء الله كل خميس وليس كل جمعة. الجزء الثاني احنا هنتكلم عن التكفير، هنتكلم عليه بشكل مختلف. هنتكلم كمان في الفقرة الثانية هينضم إلينا شاعرين، ينضم شاعران شابين، ناس كافيه للشاعر عمرو حسن والشاعر محمد إبراهيم فلوماستر أبيض. الديوانين بتوعهم دول آخر ديوانين طلع لهم دواوين قبل كده، دول كانوا من أكثر الكتب مبيعا في معرض الكتاب. أنا قريت فيهم شوية شاعر بديع
عمرو كاتب رسالة جواب من طفل ربنا في معاني كتير قوي. محمد كاتب لأم وأبوه رسائل خاصة جدا. جيل جديد بيحاول التغيير بالشعر مع عالمين كبار. احنا هنتكلم في كيف يمكن أن نواجه ما نحن فيه الآن، ازاي نواجه العنف، نواجه الموت، نواجه الدم بالكلمة الطيبة التي هي أصل الدين، وبالإبداع بالشعر الذي يرقق القلوب. هنتكلم هل يمكن أن يلتقي ولا في تضاد ما بين الإبداع وما بين الدين، كيف يمكن أن تكون الكلمة هي مفتاح التغيير في وطن يئن، الوطن الذي يئن استشهد فيه بطل جديد النهاردة، جندي من جنودنا البواسل، كان في أجازة نازل على حدود رفح، دخلوا وقفوا العربية، من المحتمل أن يكونوا أنصار بيت المقدس، نصبوا كمين المجند الشهيد البطل، وكل شهيد لينا وكل جندي هو بطل في الجيش والشرطة، بيضحي بحياته علشان يحافظ على حياتنا وعلشان يحافظ على هذا البلد، ده بطل من الأبطال اللي شايل روحه على إيده ونازل، هو مش فرحان ومش حابب يضرب ومش حابب يموت، ولا نتمنى ذلك، وما تجيبليش نموذج ولا اتنين بتختارهم وتقولي دي الشرطة أو ده الجيش، أبدا. اللي بيواجه الموت كل يوم ده يتمنى ان نزيف الدم ده يقف، لان ملوش مصلحة وحياته نفسه في خطر واهله قاعدين قلقانين عليه. المجند حمدي ابراهيم عنده 21 سنة لما عرفوا انه مجند في القوات المسلحة راحوا ضربين عليه نار قتلينه مباشرة. هذا هو الارهاب. ايضا في سياق الارهاب، النهاردة اصدرت محكمة سعودية حكما بالاعدام على من وصفته بالمنظر الاول لتنظيم القاعدة في المملكة، فضلا عن مجموعة من الأحكام بالسجن لمدة تراوحت بين 20 عاما ل 15 آخرين ضمن خلية كان يتزعمها، ده حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. الوكالة ما قالتش مين هو المنظر الأول للقاعدة ولا تاريخ اعتقاله. بالبحث اكتشفنا أن جريدة المدينة السعودية قالت على موقعها الإلكتروني أن اسمه فارس بن أحمد بن الجمعان الزهراني. المحكمة الجزئية قالت ان المنظر الاول للتنظيم تم القبض عليه في احد المنتزهات بمدينة ابها، ده جنوب السعودية، وهو يحمل القنابل والسلاح في جميع تنقلاته بقصد قتل رجال الامن وكل من يعترض طريقه من المدنيين الامنين. كما اصدرت المحكمة ذاتها احكاما ابتدائية تقضي بادانة 15 متهما اشتركوا في خلية ارهابية واحدة تزعمها منظر القاعدة. الزهراني هو المطلوب رقم 12 ضمن قائمة بأسماء 26 مطلوبا للجهات الأمنية بالمملكة أصدرتها في ديسمبر 2003 للمشتبه بتورطهم في الأحداث الإرهابية اللي وقعت في بعض مناطق المملكة خلال الفترة اللي سبقت مباشرة إعلان القائمة. تم اعتقاله في أغسطس 2004. احنا عارفين ان السعودية بدأت منذ مارس الماضي، منذ بداية مارس، تطبيق الأمر الملكي القاضي بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 20 عاما لكل من تثبت مشاركته في أعمال قتالية خارج البلاد. أنا ليه بجمع الإرهاب؟ علشان أقول لكم النهاردة أن في مواجهة الإرهاب مجلس جامعة القاهرة النهاردة قرر تواجد الشرطة داخل الحرم الجامعي. احنا عارفين أن في حكم صدر بهذا، لسه مش متأكد إذا كانت الشرطة هتطبق ده ولا لا، وهتقبل أنها تدخل الجامعة ولا لا. مجلس الجامعة طالب الطلاب وأساتذة الجامعة أنهم يتفهموا الظرف الطارئ وأن ما يحدث للتأمين هو حماية لأرواح الجميع. هل هذا حل؟ هل الداخلية هتوافق أنها تدخل وقد يحدث استغلال؟ أنا كانت معلومات امبارح بتقول أن الحكومة مش ناوية تتورط هذه الورطة، مش ناوية تدخل، لأن هذا هدف من التفجيرات اللي حصل، بيجرجروهم داخل الجامعة ويجي يحصل أي اشتباك، حد يموت ما يعرفوش، ندخل في نفس الدايره، مين اللي قتله؟ الشرطه تقول احنا ما ضربناش، هم بيعرفوا يدخلوا سلاح، فنلاقي حاجه كده ويروحوا متهمين الشرطه علشان يستميلوا عدد اكبر من الطلاب في غضبهم تجاه الحكومه والداخليه قبل الانتخابات الرئاسيه. ما هو قرار الداخليه؟ الله اعلم. مجلس الدولة انتهى من تعديلات قانون مكافحة الإرهاب وأرسلها للحكومة التي بدورها سترسلها إلى السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور لإصدار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب. هناك بعض المواد التي اعترض عليها مجلس الدولة. من هذه المواد مثلا الدستور بتاعنا بيقول إن الاحتجاز يكون 24 ساعة. القانون بيتكلم عن 72 يوم بيدوهم مهلة.
فكره مراقبه الانترنت والفيسبوك وتويتر والسوشيال ميديا دي بدون بقرار من النيابه وان تكون المراقبه دائما وخلافه. هناك بعض الاشياء المخالفه للدستور اللي مجلس الدوله توقف قدامها. ايضا من النقاط اللي توقفوا قدامها فكره توصيف من ينتمي الى جماعه ارهابيه. ايه هي الجماعه الارهابيه؟ ما هو تعريف الجماعه الارهابيه؟ تعريف الجماعه الارهابيه، هل الذي يكتب منحازا اليها دون ان يحمل فكرا عنيفا او يحض على العنف؟ هل لابد ان يكون تنظيمي؟ هل لابد ان يكون حمل سلاح؟ مجموعه من المفاهيم اللي مش محدده قوي في تعريف يعني ايه جماعه ارهابيه او من ينتمي اليها. من ضمن المواد برضو يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك. تنظيم خاص بالمادة الثامنة التي تتيح مراقبة المحادثات وتسجيلها وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية وضبط المكاتبات والرسائل العادية والإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بأنواعها، بحيث يسري إذن النيابة لمدة 30 يوما فقط ولا يجوز مده إلا بإذن خاص من النيابة. تأييد المادة 88 مكرر التي تنص على الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة، ولا تقضى ايضا بمصادره ممتلكات تعادل قيمه هذه الاموال. معايا السيد المستشار الدكتور محمد صلاح، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدوله. مساء الخير سياده المستشار. نور يا فندم. سياده المستشار، هل يمكن ان نعرف ما هي ملاحظات مجلس الدوله اليوم على القانون الذي قدم او ارسل من الحكومه لاستطلاع راي مجلس الدوله؟ واحنا جالنا ثلاث قوانين، في قانونين تعديل على قانون العقوبات، احدهم خاص بجرائم الارهاب والاخر خاص بحمايه مامور الضبط القضائي. نعم. جالنا قانون خاص بالاحكام الاجرائيه لمكافحه جرائم الارهاب والتعاون القضائي الدولي. معالي المستشار مجدي عجاتي رئيس القسم، نتيجه طبعا الاحداث اللي كلنا شايفينها، وطبعا اي قانون بيبقى وليد الحاجه، فالقوانين دي وليده الحاجه، وبناء عليه حدد وده وفقا لقانون مجلس الدوله شكل لجنه من برياسته وعضو من القسم ورئيس اداره الفتوى المختصه لنظر القوانين. ده النهارده؟ لا، الكلام ده بقى له بالظبط 10 ايام. تمام. لجنه اجتمعت اكثر من ثلاث مرات وراجعت مشروعات القوانين. ارتقت اللجنه ضم المشروعين الخاصين بتعديل قانون العقوبات واصدرت ووضعتهم في قانون واحد، ده خاص بجرائم الارهاب وحمايه مامور الضبط القضائي، والقانون الاخر اللي هو قانون الاحكام الاجرائيه لمكافحه الارهاب. طبعا احنا عندنا نص دستوري بيتعلق في باب الاحكام الانتقاليه، بيتعلق في التزام الدوله بمكافحه الارهاب وفقا لبرنامج زمني محدد، ومن هنا احنا اقتنا القانون الخاص بالاجراءات الخاص بمكافحه الارهاب، انه طبعا هو بيبقى خارج شويه الاجراءات اللي وارده فيه، خارجه عن الاحكام العامه الوارده بالشريعه العامه اللي هي وارده في قانون الاجراءات ده، وده شيء طبيعي لان جرائم الارهاب حضرتك وكل الناس شايفينها جرائم متطوره وتتطور بشكل ملحوظ، سواء كان من حيث الاداه نفسها اللي بترتكب بها الجريمه، تمويل العمليات الارهابيه نفسها، تاثيرها، نطاق تاثيرها في المناطق اللي بتاثر فيها، في صعوبه في ضبط الجناه والتنظيمات الارهابيه، ومن هنا بيبقى في شويه خروج عن الاحكام الوارده في الشريعه العامه. عشان كده قلنا انه البرنامج الزمني المحدد اللي نص عليه الدستور لابد انه يكون واضح في نص القانون بموجب نص حددناه، بان هو او اقترحنا على مجلس الوزراء ان هو يكون في خلال سنه، ولا يجوز هذه المده الا بقانون يصدر من مجلس النواب. راجعنا القانون الثلاث قوانين من الناحيه الدستوريه، أزلنا بها من بعض النصوص اللي كان بيها بعض العوارض الدستوري، في حقيقة يمكن كنت بتقول بعض هذه النصوص من شوية، نسقنا ما بين الأفعال نفسها المجرمة الواردة في القانون، لأن بعض الأفعال كانت فيها تكرار وبعض الأفعال لها عقوبات مختلفة، أزلنا هذا التعارض تماما فيما بين النصوص القوانين. القانون الثلاث قوانين الآن في حوزة مجلس الوزراء لا يوجد بهم أي شبهة دستورية،
في انتظار طبعا اصدارهم لمواجهه الحاله اللي بنعانيها كلنا كمجتمع مصري في الفتره الحاليه. سياده المستشاره، هل تعديلات مجلس الدوله ملزمه لمجلس الوزراء ام انها غير ملزمه؟ هو العرض على 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 مجلس او قسم التشريع بمجلس الدوله بموجب الدستور 2014 اصبح الزامي. ما يصدره قسم التشريع وما ينتهي اليه هو صحيح حكم القانون والدستور، صحيح ما فيش الزام على الحكومه ب ان هي تاخد بتعديلات مجلس الدوله، ولكن اذا ما خدتش بتعديلات مجلس الدوله لابد ان هي تبين للراي العام اسباب مخالفتها لراي مجلس الدوله، خصوصا ان انا النهارده لما باجي اقول لك ان ده النص ده مخالف للدستور، فانا يعني بحطك قدام مسؤوليتك انه في مخالفه للدستور، وقد ممكن يتم الطعن عليه ويبطل بالتاكيد، وقد نعم. وقد يترتب طبعا على عدم الاخذ براي مجلس الدوله الحكم برضو بعدم دستوريه القانون اللي مجلس الدوله اشار لعدم دستوريته، وده حصلت اكتر من مره قبل كده، وبالتالي فهي يعني نقدر نقول ان هو ملزم من الناحيه الادبيه فقط يعني على الحكم. بشكرك جدا دكتور محمد صلاح المستشار بقسم التشريع بمجلس الدوله. النهارده في بيان صدر من عدد من السياسيين فيما يشبه توصية بالمئة يوم الأولى في حكم أي رئيس قادم، وقالوا إحنا اللي هيوافق على ده إحنا هندعمه، إحنا عايزين ده خلال المئة يوم. البعض رأى في ذلك نحن أمام فيرمنت جديد، هل مرشحي الرئاسة أو مرشحو الرئاسة هيوافقوا، حد فيهم هيطلع يقول أيوة أنا موافق على ده، ولا ما هيغلطوش غلطة الرئيس المعزول ويقول لا في حاجات نقدر عليها وحاجات ما نقدرش عليها، ولا هيتجاهلوه تماما؟ مش عارفين. هو في مجموعة كبيرة من المثقفين وقعوا على هذا البيان، منهم مجموعة أيضا كانت من مجموعة فيرمنت، زي احنا عندنا رئيس الحزب الاشتراكي المصري الاستاذ احمد بهاء شعبان، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان الاستاذ جورج اسحاق، الاستاذ حافظ ابو سعده، الدكتور سمير مرقص، الاستاذه شهنده مقلد، الدكتور علاء الاسواني، الاستاذ عبد الغفار شكر، الاستاذ حمدي انديل، الاستاذ كمال عباس، الدكتور محمد غنيم، مجموعه من الاسماء الكبيره، معي الاستاذ جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. اهلا وسهلا استاذ جورج. اهلا استاذ، ازيك؟ اهلا بيك استاذ جورج. لماذا اصدرتم هذا البيان الان؟ احنا بنتكلم على يعني المشوره، لانه من حق كل الناس انها تتقدم بمشورتها في هذه المرحله الدقيقه. نحن نقدم هذا المشروع يعني البيان اللي هو بيتكلم عن 100 يوم الاولى لاي من المرشحين، لما نقصدش مرشح معين، وانه كل الناس اللي موجوده مواقفها واضحه وتتمتع بمصداقيه الى حد كبير، فاحنا بنتكلم على 100 يوم الاولى اللي هو يعتبر يعني مؤشر للرؤيه الاستراتيجيه اللي بعد كده. هذه رؤيه استشاريه وليست ملزمه لاحد، ولكن احنا نقدمها لكل الناس اللي سوف يترشحوا للانتخابات الان. طيب اللي ما يقدرش يعمل ده هتستنوا ال 100 يوم؟ يعني حد نجح وقال لكم حاضر انا ساسعى ان احقق ذلك وما قدرش يحقق ده في ال 100 يوم، هل هذا معناه اعلان فشل والخروج عليه، ولا معناه ايه؟ يترجم ازاي؟ بالعكس، انا رايي الشخصي انه اذا حد يعني احنا في مرحله الشفافيه، لو هو في خلال ال 100 يوم لم يستطع ان يحقق ده، يطلع للناس ويقول ان انا ما قدرتش احقق ده لمعوقات كذا وكذا وكذا، ويبقى مقبول، لانه ما حدش ابدا يوعد حد بحاجه وما ينفذهاش. اذا هي مجموعه مطالبات من نخبه من المثقفين المصريين بيقولوا ان احنا نتمنى اللي جاي يعمل ده، احنا مش ماسكين له عصايه، احنا بنشاركه التفكير. بالظبط كده، بالظبط كده، نحن شركاء في هذا الوطن، ومن حق كل المثقفين وكل الوطنيين انهم يدلوا بدلوهم. وانت شايف ان الشخصيات الموجوده شخصيات محترمة مثل الدكتور غنيم ودكتور محمد أبو الغار، كل دول يعني حطوا رؤيتهم، وسوف نصدر مرة أخرى يعني بعد ما نشوف رد الفعل لهذا البيان، سنصدر أيضا توصيات أخرى تكون أكثر يعني دقة في التفاصيل. المرشح الذي يعلن موافقته، ولكن نعم، المرشح الذي يعلن موافقته على هذا البيان، هل هذا يعني أنكم ستقررون تأييده؟ مش شرط، مش شرط. احنا بس لا خالص، يعني المساله مش هتوافق على ده احنا معاك،
لا 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 احنا نعم. بنقدم حاجه لكل المرشحين. دي مدونه سلوك لكل المرشحين تقريبا، يعني بنفس المعنى تقريبا. طيب بشكرك جدا الاستاذ جورج اسحاق موضحا ان المساله مش ايه اللي هيعمل ده هننتخبه، لا ده مساهمه يجب ان كل الناس تقول احنا عايزين من الذي يحكمنا كذا. وبمناسبة الانتخابات، الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد أصدر اليوم بيانا دعا فيه الهيئة الوفدية لانتخاب رئيس الحزب يوم 25 إبريل الجاري، وقال أنه متمسك بالخيار الديمقراطي داخل حزب الوفد في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها مصر، داعيا كل أبناء الوفد العريق من أعداء الهيئة من أعضاء الهيئة الوفدية إلى المشاركة في انتخاب رئيس الوفد ليعطي الحزب النموذج والقدوة في النهج الديمقراطي. حزب الوفد من الأحزاب العريقة، نتمنى أن نرى تجربة ديمقراطية رائدة، عايزين نشوف انتخابات بجد زي ما شفنا انتخابات الأندية، كانت انتخابات محترمة جدا أسفرت عن إرادة الجمعيات العمومية لهذه الأندية، علينا أن نرى ذلك في الأحزاب. طالما بدأت في الأندية كده نأمل أنها تستمر في الأحزاب، انتخابات ديمقراطية والفائز يقول لغير الفائز أو أنا محتاجك، وغير الفائز يقول للفائز ألف مبروك إحنا مكملين علشان نبني مصر. أخيرا، ودي حاجة خاصة ومش خاصة قوي، يا لها علاقة، في خبر منشور في نقلته وكالة أونا عني أنا، بتقول إن خير رمضان يغازي للسيسي بسمايل على تويتر. أنا واقف قدامه، دي المرة الأخيرة اللي هتكلم في هذا الموضوع لأن أنا زهقت. الأخ اللي سارق عامل حساب مزيف ده، أنا مش أنا لا غازلت ولا بغازل، وهقول لكم موقفي ايه في الانتخابات في تغطيتي المباشرة، لكن عايز اقول الاول ان هذا الحساب اللي مكتوب عليه خير رمضان ده مش بتاعي، ده واحد نصاب لا لغتي بيسرق مني بعد شوية كده اللي انا بكتبه، انا بكتب بدخل بعمل تغريدات قليلة جدا وفي مناسبات محدودة لاسباب كتيرة ان انا مش متداخل قوي في السوشيال ميديا. ده الحساب المضروب اهو قدام حضراتكم، ده مش حسابي، ده واحد مزيف، خيري اندرسكور رمضان ده مش بتاعي، ما اعرفوش، واحد الحل الوحيد قدامي ان انا اسجنه وانا مش عايز اسجنه، يعني هو مصر ويبدو انه عايز فلوس علشان يديني ال 300 الف اللي جايبهم، مش عايزهم، انا مش عايز حد، انا عندي شاشة وبأطل منها وبعرف اتكلم مع الناس، مش محتاج حد يكتب لي. فهو حد احيانا بيكون صليط اللسان وبعدين يستعين بآيات قرآنية وبعدين بيعمل حاجات مش انا خالص، فهذا الخبر كاذب، وارجو من السادة الزملاء في وكالات الانباء في الصحف، انا موجود وبرد على تليفوني، فما هو المبرر انك تروح ناقل على حساب وانا كل شوية اقول ده مش حسابي ده مش حسابي ده مش حسابي، ده حسابي اهو اللي على الشاشة. مرة اخرى بقى في الانتخابات، لا هتلاقوا سمايل ولا هتلاقوا تكشيرة ولا هتلاقوا موقف لسبب، اختياري هنا عدم الانحياز، انا ما في قلبي ما في قلبي ما اختاره بعقلي هروح صندوق الانتخابات، لكن احتراما للسادة المشاهدين ولهذا الشعب انا هقوم بدوري الاعلامي الخدمي بالكامل، نحن نسعى الى تجربة محترمة، واحترم كل من يحب السيسي ويقدر دوره العظيم اللي مش هيتنسي في التاريخ مهما حصل، جه رئيس ما جاش رئيس، هذا الرجل عمل موقف عظيم، واقدر حمدين صباحي بدوره السياسي وانحيازه الى 30 يونيو بقوة طول الوقت. هنا انا هقدم خدمات لن افصح عبر وسيلة انا مع مين خالص علشان نعرف اعرف اشتغل واقدم خدمة، والا وعلى فكرة ده من حق الاعلام الخاص انه يطلع يقول انا منحاز، انا بقدم فلان انا منحاز لده او ده، وانا هقدمه بالكامل وهقدم كل ما يخدمه وهعلي فيه، والطرف الاخر كل اخطائه هركز عليه اخطائه، لن افتعل ولن اكذب ولن انقل عنه ولن اسيء اليه ولن امس شخصه كشخص، انا هتكلم في سياسته، ينفع رئيس دولة ولا لا، برنامجه حلو ولا وحش، طريقة خطابه، ده حق على فكرة اي مذيع يعمل كده في قناة خاصة هو حقه، ده اختيارات، اختياري هنا للجمهور كله ان انا بقدم لكم كل شيء خاص بالمرشحين في الانتخابات الرئاسية وانتوا اللي تختاروا، علشان مصر بلد كبيرة تستحق مننا ان احنا نشوف انتخابات محترمة، مفيش حد محتاج كذب، مفيش حد محتاج انك تنحاز، لان كل واحد عارف قوته فين والناس هتختار مين. بعد الفاصل هستقبل ضيفي العزيز او الدكتور اسامة الازهري، ده مكانه هنستقبل ضيف العزيز سيدي الحبيب علي الجفري، وبعد
لقاء سريع هينضم إلينا الأستاذ عمرو حسن والأستاذ محمد إبراهيم شعراء، هنسمع شعر وهنتكلم في الدين وهنشوف لغة مختلفة. نلتقي بعد الفصل. الوزير الاولي محمد الغنوشي، لو حسبنا خلطتك ما هي بدستورية، ما بكينا بن علي ولا بكينا عصرا، نعتبرها لحظة بالعمر تاريخية، دكتاتورية نظام القمع والسجادة. هذه الكلمات من قصيدة ثورة الياسمين للشاعر القطري محمد بن الذيب، كانت السبب وراء الحكم عليه بالسجن بتهمة التحريض على الانقلاب في قطر. هناك سجين متهم بكتابة قصيدة. وتضامنا مع الشاعر السجين، عقد حزب التجمع بالتعاون مع حملة الدفاع عن ابن الذيب مؤتمرا صحفيا لحشد تأييد دولي للإفراج عن الشاعر. دول تدعي حرصها على حقوق الإنسان في سوريا، لكنها تحكم على شاعر بالسجن مدى الحياة. ليس مثيرا للدهشة أن دويلة تنفق المليارات تلو المليارات على شراء أسلحة، وبعد كل ذلك ترتعب من 30 بيتا من الشعر، ناسينا أن الأب انقلب على الجد وأن الابن انقلب على الأب في قطر. لم يكن أحد أن يتوقع أن تكون هذه القصيدة مسيرة مأساة لمواطن عربي لم تتحمل دولته 10 أبيات، فيما دول أخرى تتزامن في ذلك الوقت التي في القصيدة كانت تنزل بمئات الآلاف للشوارع لتغيير واقعها. أهلت تونس عليها الثورة الشعبية، إن دممنا ما نزم إلا حقير واطي، والمدح لا نمدح القناعة الشخصية. قصيدة الياسمين التي أشاد فيها الشاعر القطري بن الذيب بالثورة التونسية وانتفاضات الشعوب في كثير من الدول رافضة الظلم والاستبداد، اعتقل على إثرها في عام 2011 ثم حكم عليه بالسجن المؤبد، هذا الحكم الذي خفف إلى 15 عاما. This poet, this innocent man who has never said one word about violence. هذا الشاعر بريء، لم يقل يوما كلمة تحمل عنفا أو إرهابا، ولا ينتمي لأي جماعة مسلحة، فهو فقط شاعر مشهور وموهوب، فلماذا تعاملت معه حكومته وعاقبته بهذا الظلم؟ البعض يريد أن يستفيد من هذه القضية للإساءة لقطر أكثر من الجانب الدفاعي والتفاعل والتعاطف مع محمد بن ذيب، وهذه يعني بكل مصداقية وكل شفافية، ولكن نحن كحملة دفاع نعمل بموضوعية ونحاول أن نكون حذرين، ودائما ما أشدد أن هدفنا هو الدفاع عن الكلمة الحرة بالوقوف جنب محمد بن ذيب. عن نفسي أخاف لأقول أنا من جذور أمة تاريخها يرهب الرومان والفرسي، واليوم صارت كرامتها مثل ناقة نبينا صالح اللي ديدها محسي، لو جيت ببيع جزء من كرامتها. قضية محمد بن الذيب ليست قضية جنسية مواطن، وإنما هي قضية شاعر وحقه في التعبير والإبداع. آلاء جويش، ممكن. مجلس الوزراء يقر قانون الإرهاب. مجلس عمداء جامعة القاهرة يقر بالإجماع تبني منظومة أمنية متكاملة لحماية الجامعة. استشهاد مجند أمن مركزي صباح اليوم في رفح، حيث تم إنزاله من سيارة مدنية وإطلاق النار عليه. وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر يطالب بترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الصيف
محذرا من زيادة العجز. مجلس الوزراء يوافق على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية. اللواء عادل لبيب يوقع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتطبيق معايير جودة تقديم الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب. المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية يصرح أن عدد توكيلات المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بلغت حتى الآن 230 ألف توكيل. وقفة احتجاجية بالشموع أمام نقابة الصحفيين للتنديد بمقتل ميادة أشرف. سرقت ختم شعار الجمهورية من أحد مكاتب الشهر العقاري بالمنيا. صباحي يستخرج صحيفة حالته الجنائية تمهيدا لسحب أوراق ترشحه للرئاسة رسميا. في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي خرج من رحم جماعة الإخوان المسلمين ما يعرف باسم تنظيم الجهاد. تبنى هذا التنظيم نظرية تفيد بأن إصلاح العالم الإسلامي يكمن في ممارسة الجهاد، وأن العمل السري والمسلح هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف. القاهرة عام 1968 أصبح تنظيم الجهاد كيانا فكري مؤمن بنظريات سيد قطب، وازداد عددهم حيث انضم إليهم بعض الشباب مثل أيمن الظاهري الذي أصبح بعد ذلك من أهم قيادات تنظيم الجهاد. بعد ذلك بدأت هذه العناصر في جمع السلاح والتدريب على أعمال العنف والقتل في المناطق الجبلية الواعرة. تشكل الجناح المسلح لجماعة الجهاد بقيادة خالد الإسلامبولي وعبود الزمر ليبدأ تاريخ من العنف الدموي في مصر. كان على رأسه اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات أثناء الاحتفال بأعياد أكتوبر عام 1981. في التسعينات ركزت هذه الجماعات جهودها المسلحة على ضرب السياح الأجانب والشخصيات العامة، ففي عام 1993 كانت هناك محاولة لاغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي، ثم محاولة أخرى لاغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي في نفس العام، هذا بالإضافة لاغتيال فرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ، لتنتهي التسعينات بحادث دموي بشع عرف باسم مذبحة الدير البحري، وهو الحادث الذي راح ضحيته أكثر من 58 شخص. أعلنت هذه الجماعات الإسلامية من داخل محبسها مبادرة لوقف العنف عام 1997، لكنهم لا عهد لهم، فقد عادوا في عام 2005 في سلسلة انفجارات استهدفت مدينة شرم الشيخ من خلال ثلاث سيارات مفخخة. ليعلن أيمن الظاهري بعد هذا الحادث انضمام الجماعة إلى تنظيم القاعدة عام 2006. رغم اختفاء العنف قليلا من بعد هذا التاريخ، إلا أنه عاد مرة أخرى بعد ثورة 30 من يونيو وعزل مرسي، حيث قامت جماعة أنصار بيت المقدس بالعديد من العمليات الإرهابية، أبرزها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واغتيال المقدم محمد مبروك الذي كشف تهمة تخابر مرسي مع دول أجنبية، وهو ما يؤكد علاقة الإخوان المسلمين بهذه الجماعات المسلحة. لم يقتصر العنف على الاغتيال فقط، بل تعداه إلى تفجير المنشآت الحيوية والهمة وتخريب الجامعات والمدارس، وأصبح رصاص الجماعات الإرهابية المسلحة لا يفرق بين مسلم ومسيحي، طفل أو شاب، رجل كان أو امرأة. محمد عفت ممكن.
شكرا محمد، اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. رغم ان يعني داخل الفقرة بمشاهد مؤلمة، الا اني كل تفاؤل عندما انظر الى وجهين من احب الوجوه الى قلبي والى قلوبكم ايضا، فضيلة الداعية الاسلامي الحبيب علي جفري، اهلا وسهلا. حياك الله وبارك، وحشتنا ومنور مكانك وبيتك وكل شيء، جمهورك افتقدك كتير. حفظكم الله وسعدته بلقاكم، ولا سيما ايضا في ضيافة اخي وحبيبي الشيخ اسامة الله يحفظه الازهري حفظه الله تعالى. نحن ضيوف عليه. الله يبارك فيك. اهلا بك دكتور اسامة، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا لا ارحب بك في بيتك، انت ترحب بنا. احنا جميعا ضيوف عند حضرتك، واشارك حضرتك الترحيب والحفاوة بضيفنا جميعا حفظكم الله، صاحب الفضل والفضيلة الداعي الى الله على بصيرة، ضيف مصر الكريم فضيلة الحبيب علي جفري. فاهلا بك وسهلا، وشاكر لحضرتك الضيافة الواسعة للجميع. انت اللي بتكرمنا دائما. ربنا يخليك. طيب هتسمح لي ابتدي من عند سيدي الحبيب ربي. وعايز اروح لمقال حضرتك كتبته في 16/6/2013 عن التكفير السياسي، يعني كان عنوانه التكفير السياسي. هل نحن نعيش مرحلة تكفير سياسي؟ هل هذا التكفير السياسي له علاقة بالدين، علاقة حقيقية، ام ان هو الماسك والوسيلة فقط؟ الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه الإشكالية الخطيرة الكبيرة هي ليست جديدة، هذا شيء ينبغي نقرره، بمعنى أنها موجودة منذ الصدر الأول. جاء من يخاطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالكافر، بل إن أحدهم عندما سمع خطبة سيدنا علي وقال قد كان أفصح الصحابة وأعلم الصحابة، خرج وهو يحاول أن يدفع عن نفسه التأثر بكلام سيدنا علي فيتراجع عن الباطل الذي هو فيه، فصار يقول ما أفقه هذا الكويفر. نعم. ما أفقه هذا الكويفر، فصغر سيدنا علي إلى كويفر. فهي ظاهرة قديمة. هذه الظاهرة مرتبطة بأمرين أساسيين. الأمر الأول الحالة النفسية للإنسان، أي أن بعض الناس لديهم إشكاليات نفسية تجعلهم ينزحون إلى أشد الاختيارات، ويبحثون عما يبررون به ما يريدونه تجاه المجتمع، فيكون الدين مطية تارة، وتكون الثورة الاشتراكية الشيوعية التي حصلت عندنا في جنوب اليمن تارة أخرى، أي صورة كانت ستجدها متحدة. حركات السود أيام الاضطهاد الذي كانوا يعانونه، التي كانت تستبيح قتل البيض، النازيين الجدد، فهي مسألة متعلقة بنفس الإنسان. فإذا كان هذا الإنسان مسلم ويعتبر نفسه متدينا، فسيأتي من خلال التدين بمثل هذا الإشكال. المشكلة الثانية أو السبب الثاني أو الخطر الثاني الذي يدخل، وجود من يوظف هذه الحالة النفسية ضمن إطار سياسي ولعبة سياسية. نعم. هذا التوظيف السياسي ليس هو ما يقوم به الأفراد الغاضبون الذين تغلب عليهم حالة الغضب، الذي يقوم به من يقود هؤلاء ليوظف عملهم ضمن ما يريده سياسيا، وربما وراء من يوظف أيضا. قد لا يكون موظفا لمن يوظف، لكنه موظفا لما يفعله هؤلاء، فيستفيد منه للعبة سياسية أكبر من حجم هذا الطرف وهذا الطرف. فالسياسة هي التي تلعب. أما كلمة كفر من ناحية الشرعية، فقد ذكر أخي الشيخ أسامة في الأسبوع الماضي، وقد تابعت بشغف تفصيلا بينا، في أن كلمة كافر هذه حكم شرعي ينزله من كان أهلا لأن ينزله من المفتي أو القاضي، لا يترتب عليها القتل ولا إهدار الدين الكرامة ولا النفس ولا غير ذلك. فالمختلفون في الدين كل منهم يرى الثاني كافرا من حيث المصطلح. نعم. لكن اختلطت بالمفهوم الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل إضافة إلى شيء خاص بمصر، وهو العرف المصري. كلمة كافر في مصر غير المصطلح الفقهي أو المصطلح العقدي الذي يتكلم به العلماء. يعني في مصر عندما يرى أحد الناس من يرتكب جرما شنيعا مستقبحا يقول له يا كافر، هو لا يقصد الحكم الشرعي أنك كفرت. نعم. فهي كلمة في الأصل لها استقباح في النفسية المصرية. الذي حصل الآن بالخلاصة أنه تم توظيف هذه لجعلها مبررا للقتل تارة، لجعلها مبررا لخلع من يخلع ممن لا يناسب من أهل الحكم أو وظيفة حتى أو إدارة أو نحو ذلك، أو لتبرير العصيان الذي يحصل في إطار مؤسسي. من يريد أن يعصي الناس مثلا، لا قدر الله، من يحاولون أن يمزقوا بعض الجيوش في البلدان المسلمة، ماذا يفعلون؟ يقول لك هذا الجيش كافر، فإذا كان الجيش كافر فلا يصح لك أن تتبع أوامر القيادة التي فيه، وبالتالي انفصل وانشق عنهم. إذن هي لعبة سياسية اتخذت غطاء أو ساتر اسم الكفر. طيب سيدي الدكتور أسامة، نحن أمام جيل جديد شباب، خليني أقول أن القيادات
والتي تتلقى تكليفات أو التي تلعب دورا سياسيا هي شايفاه، لكن في عندنا شباب مش هقول كلهم ولكن فيهم قطاع عريض ضلل ويرى يصنف ويرى هذا كافرا فيستحله ويستحل دمه. لما بشوف تعليقات شباب كتير على حوادث القتل التي تحدث، أي قتل يعني لا يجب قبول أي قتل تحت طبعا. أي مسمى طبعا. يعني وجد استحلال وفرحة وتهليل ونصر باسم الدين. كيف يمكن أن نتحدث مع هؤلاء التي يجب أن نضع كده بين قوسين دول ضحايا تحت أي مسمى؟ نحن غبنا، وفضيلة الشيخ علي الجفري كل ما يتحدث يقول لك مسؤوليتنا، نحن الذين قصرنا، بيت الخطاب الديني فيه مشكلة. إيه اللي ممكن يتعمل؟ كيف يمكن أن نخاطبهم بالحسنى؟ كيف يمكن أن نستعدهم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. أولا هناك عزاء واجب لابد من البدء به إلى ضحايا التفجير الآثم الذي وقع بالأيام الماضية في ضفاف ورحاب جامعة القاهرة محراب العلم. فأتقدم أولا بخالص العزاء إلى أسر الشهداء العميد الكرام، طارق المرجاوي. نعم العميد طارق الله يرحمه ومن لحق بربه في ذلك التفجير الآثم. وكمان لا يفوتني الحادث المروع الذي وقع في قرية شطورة في بلادنا، في بلاد الصعيد الكريمة. نعم. في محافظة سوهاج، تفجير الانفجار مستودع أنابيب المتجاز، حد مستودع سري كان بيخزن فيه وقود وكيروسين وسولار وانفجر، فراح ضحيته إلى الآن 19 شهيد وعدد من المصابين. فلهم لضحايا التفجير في رحاب جامعة القاهرة ولضحايا الانفجار في مستودع البوتاجاز في قرية شطورة في سوهاج، ولكل بيت في أرض مصر الطاهرة في أرض الله الواسعة دخله حزن أو هم أو بات ليلته هذه حزينا على حبيب فقده أو قطرة دماء طاهرة أريقت، لهم جميعا خالص العزاء ونشاطرهم الحزن وندين بكل شدة هذا الإرهاب الأسود الذي خرج عن كل معقولية وانفلت وخرج صار خارج حدود السيطرة. فالعزاء للجميع، هذه بداية أحب أن أبدأ بها. أما ما تفضلت به فأنا أثني وألتقط طرف الخيط من ضيفنا الكريم فضيلة الحبيب علي، إنه هناك ظاهرة متكررة في عدد من الدول والحضارات والبقاع يتخذ فيها الدين لعبا ومطية. وأذكر أن مولانا له محاضرتين قيمتين في غاية الأهمية، أوصي كل المشاهدين الكرام أن يتابعوهما، طبعا منشورة على الإنترنت أظن يا مولانا، حتى لا يكون الدين لعبا. نعم، محاضرتان في غاية هذا العنوان الذي يتم البحث عنه حتى لا يكون الدين لعبا. ربما نعم. بعد الفاصل يعني نعم. الرابط يصعد لو أحد من الإعداد نعم. يعني يسعفنا برابط ذلك. يا ريت. الفكرة الأساسية أن هناك عدد من الفصائل التي غاب عنها العلم، غابت عنها موازين الشرع، تاهت منها مقاصده. هذا الدين الحنيف الذي أنزله الله تعالى رحمة وراحة وسعة وصلة بالحق، وأنزله خلقا، إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، وأنزله ليصنع حضارة وليحترم الإنسان وحتى يحول الإنسان إلى كائن أخلاقي لا يؤذي الأكوان. هذا الدين بهذه المقاصد تاهت مقاصده وانحرف به عدد من التيارات والتوجهات، وصاروا ينزلون قدسيته على ما في نفوسهم من تخطيط سياسي أو مأرب، فانتهكت حرمة هذا الدين، حرمته وقدسيته وربانيته التي أنزلها الله تعالى هداية، اقتحمت اقتحاما من قبل عدد من التيارات والجماعات كالذي ذكر في التقرير قبل قليل، الفنية العسكرية والجهاد والتكفير والهجرة، ومؤخرا التحق بهم الإخوان المسلمون في هذه الظاهرة التي هي اتخاذ دين الله تعالى مطية إلى تحقيق غرض سياسي. ورب العالمين جل شأنه غيور يغار على دينه، إذا رأى الله تعالى آياته القدسية وقرآنه المجيد قد اتخذ مطية وانحرف به عن مقصد الهداية وصار لعبة
يتم تنزيله على الصراعات والنزاعات يغار الله تعالى على دينه ويغضب الله تعالى لشرعه، وإذا غضب الله فحدث ولا حرج، ينكل الله بمن يتلاعب بشرعه ودينه. إذن القضية بس طرف الخيط عشان ما أتوش من اللي حضرتك تفضلت به، ما هي الطريقة لمخاطبة هؤلاء؟ أنا بقول إنه كلمة هؤلاء كلمة مجملة تشتمل من داخلها على فئات وأطياف. هناك إنسان في غاية من الألم لوجود دماء أريقت، شاعر بالحزن، يشعر بشيء فادح حصل، له مدخل وله خطاب، ولا بد من فتح هذه الأمور بوضوح حتى يتم الرجوع إلى خلفياتها ومعالجة هذه الجراح العميقة في نفوس الجميع. هناك إنسان آخر بلغت به القناعة من التكفير للمسلمين وللمصريين وللجيش وللشرطة وللشعب وللأزهر، بلغت به قناعة غير قابلة للنقاش، أغلق الباب، لا ليس عنده أدنى قابلية أن يسمع منك شيء آخر يغير هذه النظرة. هناك إنسان يعتقد أنه على الحق وأنه انحرف بهذا الهدي لكنه لم يخض في عنف. هناك إنسان عاش فترة في هذا الجو ثم فوجئ بأن كل المسلمات التي تم شحنه بها وخيل إليه أنها هي دين الله الذي نشحن له وتراق لأجله هذه الدماء، ثم تبين بعد ذلك أن كل هذا خرج إلى لا شيء فألحد. هناك قيادات تمسك بزمام الأمور وتحرص على توجيه الشباب والزج بهم في هذا المعترك، ولهم خطاب، لكل فئة من هذه الفئات خطاب يعيد المرآة التي انعكست وتشوهت ويعيد هذه الجراح العميقة في النفوس إلى دائرة النقاش وفتح الأبواب وفتح المنافذ. لكن ستبقى فئة أغلقت الباب، انحرفت تماما، اعتقدت التكفير للكل، حملت السلاح وخرجت على المجتمع. فيعني هذه الفئات محل النقاش. هل الوقت ما زال يسمح ولا نتداول الحوار؟ يعني عايز أنتقل للجزء بالتقسيم. هناك دماء، والدماء في مواجهة دماء، ودماء باسم الدين. مفيش أم ولا أخ ولا أب هيشوف إن ابنه هو الذي عرض نفسه للموت، فإذا وجد في مكان ومات فيه فلديه رغبة في الانتقام، لديه إحساس بالظلم والألم. عايز أعرف من ديننا ومن تاريخنا جبر الخواطر. يعني إذا أردنا لمجتمع أن يلتئم في وسط هذه الاتهامات وهذا التكفير وهذا غياب صوت العقل والكراهية، إزاي يمكن أن نخاطب أخ أو أب أو أم ونقول له مش الحل الدم، ومش دم حد أنت ما أنتش عارف إذا كان هو ولا لأ، لما تقتله هتبقى خدت حق ابنك. الله، نسأل الله عز وجل أن يمطر أمطار السكينة على القلوب يا رب، وأن يجبر كسورها، وأن يفتح مغلقات البصائر، وأن ينزل على قلوب الفاقد لابن أو لأخ أو لقريب من أنوار الرضا به سبحانه وتعالى، واستشعار حسن العوض من حضرته ما يبصره بمحاب الله من الأعمال. ويقولون ليست النائحة المستأجرة كالثكلى التي ذبح وليدها. ولهذا تجد أي خطاب يتوجه إلى الأم الفاقدة مهما خوطبت به من جهة الأحاديث والآيات وما يترتب على العفو، تجد في نفسها دفعا يقول أنتم لم تشعروا بالنار التي اتقدت في داخلي. ولكن لابد أن نخاطب الناس بما يعني ندبهم الحق إليه، غير أن التوطئة المقدمة التي تعين على تقبل مثل ذلك أن نرجع خطوة إلى الوراء. هناك شرائح حانقة وشرائح غاضبة لأسباب مختلفة. فعندنا في الشباب أربعة شرائح تعاني الغضب وتعاني الأذى وتعاني أنها هي تغضب وهي أيضا تدفع الثمن. وهناك من يحيط بهم من آباء وأقارب ومن يحيط بهم من أصدقاء أيضا هم يشعرون بهذا الأمر. عندي الفئة الأولى من الشباب الذي نظر إلى التغيير أنه لا يكون إلا من خلال العمل على تغيير الحكم مباشرة، وهذه وجهة نظر، وخاضوا غمار الثورات في منطقتنا وفي بعض الدول
الثورة والثانية، وشعروا أنهم مع ذلك لم يصلوا إلى الأمر الذي من أجله ضحى أصحابهم وضحوهم، ويشعرون بأن هناك كثير من الجراح لم تنظف فيما بينهم وبين المؤسسات التي في الدولة، ويوجد ما أسباب تتداعى تجعلهم يتأججون أكثر وأكثر. فهؤلاء في حالة غضب، فكلما يرون صورة الدم يتستجر الصورة التي يرونها ولو لآخر ولو لتوجه مخالف لتوجههم، تستدعي في أذهانهم دم الصديق الذي قد أهريق، مع ما يحمل هو من منظومة أفكار تختلف معه وتتفق، مؤثرة في النهاية هذه الأفكار على طريقة تعامله مع الأحداث. هذا نوع من الغضب. نعم. عندي نوع من الناس هو يعيش غضب متراكم بل موروث من جيل إلى جيل نحو 80 سنة أو أكثر، بني هذا الغضب على رؤية خاطئة لمفهوم الشريعة وتطبيقها، على مفهوم التعامل مع المجتمع المخالف، تكفير وآراء ملتبسة مخالفة حتى لما عليه هدي أهل السنة، لكن توالت عليهم في الأحقاب المتوالية اصطدامات مع أجهزة الدولة في مختلف البلدان، رأوا فيها أيضا سيلان للدماء متكرر، وكان هناك أخطاء في التاريخ عند هذا الطرف وعند هذا الطرف، وإن كانت هذه العبارة تغضب كل من الطرفين الذي يرى كل منهما أن الآخر لم يخطئ. لا أتكلم عن اليوم، نعم. أنا أتكلم عن التراكمات التي حصلت. لما حدثت أحداث اليوم واستجدت، مع ما رأوه هم أيضا من فقد كما ذكر الشيخ أسامة قبل قليل، هم أيضا لم يعتبروا القضية هي قضية الأحداث الأخيرة هذا، هم اعتبروا نفسهم امتداد لما يرونه تاريخا من الاضطهاد. نعم. فحالة المظلومية والاضطهاد هذه ماثلة أمام الأعين، يغذيها خطاب شرعي أرجو أن يتدارك الله عز وجل من يقوم به ليدرك نفسه هو بأن يراجع نفسه ويعود عن الانحرافات التي في هذا الخطاب الشرعي القائم على التهيج، القائم على التحريض، على الحرق، على القتل، على استباحة الدماء، على الفرح والاستبشار عند سماع وجود القتل. هذا النوع من الخطاب الذي تلبس زورا بلباس الشرع المصون المطهر السمح، عندما يأتي ليوافق ما يريده هؤلاء الشباب أو ما يعيشونه من شعور المظلومية وامتدادها، يصنع كتل محترقة متفجرة. النمط الثالث، وهؤلاء ينبغي أن يتنبه لهم قبل أن يتحولوا هم إلى كتلة غضب، وإذا لا قدر الله تحولوا هؤلاء إلى كتلة غضب لن يستطيع أحد أن يقف في طريقهم، وهم المتضررين عموم الشباب، لأن كلمة شباب اليوم يعني اختزلت في الأذهان في فريقين ثوري وإسلامي كما يسمى. لا، القاعدة الكبرى من الشباب اليوم في بلداننا هي القاعدة التي كانت متضررة، فلما جاءت الثورات تحمست وتحركت ثم وجدت أنها ما تزال متضررة بعد الثورات بل ربما أكثر، وهم الذين ألسنة أحوالهم تقول تعبنا. نعم. وخلاص ما نريد شيء مما تقولونه، نريد أعمال، نريد نأكل ونشرب، لا عايزين ثورة ولا عايزين ولا خلاص. نعم. اتركونا نعيش، أنا عندي 34 سنة لم أتزوج، لم أستطع أن أوفر عمل، أنا فتاة جاوزت 35 بل 40 ولم تستطع أن تؤسس أسرة، بيت ما يجدون الطعام إلا بالمشقة، فما عاد عندهم وقت لسماع شعارات ثورية ولا عندهم وقت لسماع تحميسات دينية، يريدون واقع يعيشونه، وهؤلاء إن استمر عبث هذا الموجود يخشى من ردود أفعالهم. الأخير، النوع الرابع، وهو المنسي. نعم. النوع المنسي، الشباب المجند في الجيش والشرطة، هؤلاء الذين يدفعون الأثمان الغالية التي هي أغلى مما يدفعه غيرهم، الدم كله غالي لكن غيرهم يعتبر نفسه خلاص هو يكافح لقضية، هؤلاء ليست لهم قضية إلا حماية البلاد، هؤلاء ليس لهم علاقة بالسياسة، ليس لهم علاقة بالمعترك، هؤلاء الواحد منهم ينتظر 3 أشهر أو 4 أشهر لينتهي من التجنيد ويرجع إلى بيته ليعيل بيته أسرته والده الذي كبر في السن والذي انتظر سنوات أن يخرج هذا الشاب أو الابن من التجنيد ليعمل يحمل عنه عبء الحياة فيرجع إليه في صندوق وهو مقتول. هؤلاء أيضا لهم معاناة، والحديث عن معاناتهم ينبغي أن يقوم على هذا البعد الإنساني الحقيقي، هم أيضا يشعرون بغضب الذي يرى الضابط مثل الضابط الذي استشهد أسأل الله أن يكتبه شهيدا رحمة الله تعالى عليه، العميد طارق يعني أنا أخشى الإطالة، لكن قريبا يعني قبل أشهر في آخر زيارة كنت فيها في مصر، خرجت بعد صلاة الفجر كنت في بيت الوالدة حفظها الله في الجيزة، فخرجت أتمشى على قلعة النيل
على النيل. لا أتي بالأوراد وأنا أمشي حتى أحرك جسدي. ففوجئت برجل يسلم علي ويقول لي أنا أتابعك يا مولانا وادعي لمصر. قلت إن شاء الله مصر محفوظة ربي يحفظها. قال لي وأنتم إن شاء الله ربي يحفظكم. قال إحنا مش مهم ادعي لمصر. يعني دعوت ما تيسر. قلت له أنت إذا ندعو لي بارك الله فيك. وعندما صافحته لأنصرف قال أخوك العميد طارق. أنا مباحث هنا ما تذكرت هذه المسألة لما رأيت الصورة اليوم في نعم. في هذا أسأل الله أن يرحمه ويسكنه الجنة, يسكنه الجنة ويخلفه على والدته وعلى أهل بيته وعلى إخوانه بخلف صالح وكل من فقد من كل توجه وطرف. هؤلاء لما يروا رجل كانوا يحبونه مثل الذي يقودهم وهو يقتل بهذه الطريقة من الغدر, هناك غضب يتأجج. هذا المزيج من الغضب المتراكم المتداخل الذي يحصل نحن بحاجة إلى أن ننظر إليه بقيام واجب علينا. ما معنى واجب علينا؟ مهمة الأجهزة الأمن, شرطة وجيش, مهمتها الحسم الأمني ضد من يحمل السلاح. وكلامي هنا واضح, الحسم الأمني ضد من يحمل السلاح ويوجهه إليهم أو إلى الشعب, وهي مهمة ضرورية. وأسأل الله أن يعينهم ليتقوا, أوصيهم أن يتقوا الله فيها فلا يشتروا على من لا يستحق أو لا يتسرعوا في مجتبى فيه, لكن يقومون بها كما ينبغي وهم على خير. لكن هناك مهمة أخرى, نحن فقط انشغلنا بالخطاب عن أو الكلام عن مهمة أجهزة الأمن أي الحل الأمني, ونجلد ظهورهم إن أخطأ أفراد منهم وتجاوزوا أنتم أخطأتم أنتم فعلتم أنتم قصوا, وإن حصل هجوم عليهم والضحية منهم يجلدون أيضا أنتم قصرتم وعندكم ثغرات ما لكم تفعلون. المقتول منهم هل تعتقد أنهم أرادوا أن يقصروا ليقتلوا بعضهم البعض؟ هؤلاء عليهم عبء, وأسأل الله أن يلهمهم حسن العمل بما يرضي. نحن علينا عمل آخر, هذا العمل الآخر متعلق بمداواة النفوس وبتصحيح المسار الفكري الثقافي الموجود. هذه مهمة العلماء والدعاء, مهمة الإعلاميين من أمثالكم حفظكم الله, مهمة علماء أطباء النفس, مهمة من يصيغون منهجية مخاطبة العقول والنفوس, مهمة المدارس والتعليم, مهمة خطيب المنبر, بمعنى أنه ينبغي أن يكون مهمة النخب. يعني أنا أرجو وألتمس وأحترم كثيرا نخبنا أينما كانوا, أينما كان الاتفاق أو الاختلاف, بس أرجو أن يركزوا قليلا على هذا الجانب. من السهل أن أجلس في مثل هذا الاستوديو وأنتقد أداء هذا وأداء ذاك, لكن تعالوا جميعا يعني نحاول أن نقوم بعمل متضافر لمحاولة معالجة هذا الإشكال. هل حضرتك تسمح لي بالتداخل معك؟ هل تسمح لي نطلع فاصل وبعدين نسمح بالتداخل والبداية, لأن هنكمل الجزئية دي قبل ما نستقبل ضيوفي. محتاج أكمل فيها بس في فكرة وشرة بيقول لنا إيه لما يبقى مجتمع كده, لما نصل إلى هذه الحالة من الفتنة ومن الغضب ومن الاقتتال, وعندي شباب شايفين غلط وشباب شايفين صح وشباب بيموتوا وبيضحوا بنفسهم علشان الوطن وشباب تايه مش عارف فين الحقيقة وده الصح, لا هو ده الدين, لا مش الدين, لا مش عايزين, والشباب اللي خرج من الدين وقال مش عايز هذا الدين ولا عايز سياسة ولا عايز البلد دي أساسا, في مثل هذه الحالات هل الشرع له دور؟ بيقول لنا حاجة عظيم عنده حل؟ عظيم عظيم عظيم. نلتقي بعد الفصل. دافع الأزهر عن الإسلام كل الهجمات الشرسة من الاستعمار. مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها, صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام, ذلك هو تحقيق العلم في أزهارها الشريف. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى, واصل حواري مع ضيفي الكريمين فضيله الداعي الاسلامي الحبيب علي الجفري وفضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور اسامه الازهري المشرف على مكتب رساله الازهر. وكنا بنتكلم عن في مثل هذه الحالات ماذا يفعل, ماذا نفعل, من يفعل ماذا, دور الشعب ايه, دور الحكومه ايه, دور من يحملون الدعوه يتحدثون باسم الدين ايه, نعمل ايه عشان نتجاوز اللي احنا فيه. هو كان آخر كلام انتهى إليه ضيفنا الكريم وشيخنا الجليل إنه إن إحنا حضرتك أمام عبء ثقيل من
الجروح النفسية والعلل الفكرية، سيل من التكفير، نفوس مكلومة ومتألمة ودماء تراق كل يوم، تعقيد شديد وصدام لابد من إعادة فكه بصبر وبصيرة، بلد يجاهد ويجتهد لكي يبقى واقفا على قدميه، ويريد له البعض أن ينهار وأن يضطرب. المشهد ده مشهد معقد ومركب، وليست القضية في حلول بسيطة أو كلمات تلقى ونمضي، بل هو عمل شاق وصناعة ثقيلة ومجهود صعب لابد من أن يبذل وأن تقوم به عدة أطراف، وسوف يستغرق فترة حتى يتم رجوع كل شيء إلى استقراره النفسي وسكينته، وأن تنحسر موجة التكفير المعاصرة الموجودة حاليا. نحن في حاجة إلى شيء يشبه المشروع القومي الذي تتبناه الجهات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة، وأن يتبناه ويشرف عليه ويرعاه ويدعو له الأزهر الشريف والهيئات التعليمية والعلمية والإعلام وكذا. المبادرة أو الخطة القومية التي يمكن أن نسميها بإعادة بناء العقد الاجتماعي. نعم. يا جماعة، فئات المجتمع المصري تمر بحالة صعبة ومتعسرة من جراح وندوب نفسية ومن علل فكرية ومن عقول مستعصية ومن اضطراب وفزع عند بعض الفئات، بما يحتاج منا إلى أن نعيد بناء العقد الاجتماعي الذي تستقر به من جديد العلاقة بين الفئات والتيارات والأطياف والأسر والمؤسسات، حتى يرجع كل إنسان على أرض هذا الوطن الكريم وقد اندمل جرحه وقد ردت إليه سكينته وهكذا. اللي احنا بنقوله ده دعوة، ده شعار، لكن كيف يتم تحويله إلى عمل ملموس، إلى مجموعة خطوات وإجراءات وبرامج؟ شيء يحتاج إلى مبادرة يتم التداعي إليها في بصورة سريعة على أن تنطلق للناس سريعا. من ضمن الصور المقترحة المؤتمر الذي التقينا جميعا في رحابه، تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، كان في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات، في أبو ظبي. نعم. ودعي إليه ما يزيد على 250 من علماء المسلمين من مختلف دول الإسلام والعالم الإسلامي، وكانت فيه مجموعة توصيات ومقترحات. نعم. لا بد من تفعيلها ولا بد من أن ترى النور في القريب العاجل وهكذا. لكن حضرتك، القضية أنه علينا نحن هذه العمامة الأزهرية وهذا المنبر الرصين علميا ودعويا وبصيرة، هذا اللقاء المجمع الكريم الذي يضم ثمرة من ثمرات الأزهر الشريف بكل عراقته وتاريخه، وهذا المنبر العلمي الدعوي البصير الرصين، وهذا المنبر الإعلامي، نحن بهذه التركيبة وبهذه التشكيلة، هناك دور من دعوة الناس إلى إعادة إشاعة السكينة وانحسار الفوضى والضجيج. ليس هناك أي إمكانية نجاح لإعادة السكينة والاستقرار للمجتمع المصري ما دامت ثقافة الضجيج موجودة. بمعنى، يا جماعة، هناك سيل من الأكاذيب والإرجاف والإشاعات والاضطراب يغلف الحالة الفكرية المصرية الآن، يجعل الناس في حالة تشكك في كل شيء، ضيق وتبرم من كل شيء، ريبة وحيرة في كل شيء. السبيل أن يوضع النهاردة وإحنا بيسدل الستار على هذا اليوم الكريم، على يوم الخميس في أوائل شهر جمادة، أن يتخذ الناس جميعا من كل الأطياف قرار بأنه لابد من أن لا نتكلم إلا بالحقائق. ما دام هناك أكاذيب ومغالطة وإشاعة وإرجاف، وما دامت هناك نوايا مبيتة عند بعض الفئات لإلحاق الأذى والاضطراب بهذا البلد وإنزال الإرباك به، يا جماعة، لله ولرسوله ديانة لا ينصر الدين بمثل هذا أبدا. نعم. لا ينصر دين الله تعالى بكذب ولا بافتراء ولا بإشاعة ولا بإشاعة الهلع والاضطراب بين صفوف الناس. وكان الحق تبارك وتعالى يقول: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا،
ما بصاحبكم من جنة، يعني نزول حالة السكينة. كان الحق تعالى يبين أن هناك طريقة لا تمت إلى منهج النبوات ولا إلى مواريث النبوة ولا إلى الخلق ولا إلى الأصالة، منهج جعله الله تعالى شعار لإبليس، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فكل منهج أو فئة تحاول أن تنتصر لنفسها بسيل من الضجيج والإرباك والفوضى وإشاعة الفوضى لا تنصر أبدا بالمرة. إذن نقطة البداية في الحقيقة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، يا جماعة السكينة، الهدوء، الكف عن الفوضى، الكف عن التهييج والتحريش والتحريض وملء النفوس بالتشنج وإثارة الغضب وإيقاع مزيد من الدماء. هذه الحالة الفوضوية من الهياج تتنافى تماما مع السكينة التي تجعل النفوس قابلة أن تلتئم وأن تستقر. وأظن أن مولانا له في هذا الموضع على وجه الخصوص تعقيب أو إضافة. هو لودا أبني على كلام إن لم يكن لديكم سؤال. نعم، سؤالي متصل بنفس الأمر. تفضل. هو نفس الأمر، ماذا يمكن أن نقول لمن، لو قلت للشباب ولو قلت للقائم على الحكم هتقول له إيه؟ الشباب تحديدا والضالين هتقول لهم إيه؟ يعني نسأل الله أن يكفينا جميعا من أن نكون من الضالين ويهدينا أجمعين. اللهم آمين. الكلام الذي ذكره الشيخ أسامة حفظه الله تعالى وزاده فتحا، كلام غاية في الأهمية، متعلق بموضوع السكينة، لأن بدون السكينة لا يكون تبصر. السؤال الذي يترتب على كلامي، كيف يمكن أن نصل إلى السكينة؟ نعم، هناك جواب مبدئي عام لكن يحتاج بعد ذلك إلى أن نظر في شيء من التفصيل. الجواب المبدئي العام، كنا في مجلس ذكر قبل أن نأتيك في سيدنا الحسين، هناك حي سيدنا الحسين، فقال الشيخ أسامة في الكلمة التي ألقاها أن بحاجة اليوم إلى السكينة، والسكينة تكون ثمرة لذكر الله تعالى باللسان وبالقلب. ثمرة، أن ذكر الله تعالى يورث القلب طمأنينة، والطمأنينة تعطيه سكينة، بالتالي يستطيع أن يتبصر. وأضاف الفقير إلى الله أن هذه السكينة متصلة بعلاقاتنا مع بعضنا البعض، حتى طبيعة التواصل سماها النبي السلام، إفشاء السلام. وسلامنا ما هو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام مرتبط بالرحمة، دون أن تكون في قلوبنا رحمة ببعضنا البعض لا نستطيع أن نستمطر السلام من الحق. ويثمر البركة، حصول البركة في المعاش وفي الفهم وفي الحياة التي نعيشها، في المذاق وفيما يتعلق، وفي الأرزاق وفي الأخلاق وفي الأمن والأمان. لكن دعنا نربط هذا المعنى الحقيقي الذي نحتاجه، وأنا أذكر نفسي وأذكركم هنا وأذكر من يشاهد، اجعلوا لكم وردا من ذكر الله. صدقوني هذا الكلام ليس كما يعني يرجف البعض أن هذا كلام دروشة، دروشة يعني نعمة الدروشة هذا، يعني لمن يسمعني من هو في بيته الآن وهو جالس، الشاب الذي تعب من كثرة الزحام الذي في ذهنه، الأم القلقة على ولدها يرجع أو لا، اجعل لك ورد كل يوم من الذكر، لو حتى 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه، أو 100 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تبتني يا مولانا 100 مرة من لا إله إلا الله الملك الحق المبين، الملك الحق المبين، 100 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة من الاستغفار. لو نحرص على هذا كل يوم على الأقل، الذي عنده همة للزيادة يزيد، لو معك مسبحة وأنت في الباص أو في المترو أو في ستمر بسكينة، ما معوش يسبح على دي أو على يديه، يذكر الله عز وجل. إذا جئنا إلى الجزء متعلق بمعافسة الواقع اليومي، معافسة الواقع اليومي، أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة ينبغي أن نضع أيدينا عليها، ومن السهل أن نتعامل معها لكن من الخطورة أن نتغافلها. إشكالية من السهل جدا إذا قررنا أن نتعامل معها، ومن الخطورة الجم أن نتجاهلها، وهي إشكالية فقد الثقة. نعم، فيما بين الناس بعضها البعض، ما في ثقة في أي حد، كل طرف إلى درجة تجاوزت فرقاء السياسة والطائفة إلى حد الجار مع الجار، لا على اعتبار خلفيات سياسية، مش لأن هذا مع هؤلاء، لا، أصبحت حالة شك تعيشها الناس، جاري يقصد إيش، لا ويهب فيه ويتضارب، لا هذا الولد إيش كان يقصد، لا يكون يتكلم مع بنتي، هذا انهيار الثقة، هذا خطر. رجوعها ليس بصعب لكن قرار، أوله طلب التفهم، يعني حاول أن تفهمني وأحاول أن أفهمك قبل أن أحاول أن أفهمك. نعم، لهذا لما كنت أقول قبل الفاصل
أنا بحاجة إلى دور للعلماء وللنخب والإعلاميين والأطباء النفسيين، ليس معنى هذا دور من فوق يملي على الناس شيء، لا، دور مشترك مع الشباب في أن نفهمهم ويفهموننا، يفهم بعضهم البعض. دعونا نرفع شعار فلنفهم، فلأفهم ما عندك قبل أن أحاول أن أفهمك ما عندي، لأن إن لم أفهم ما عندك لا يمكن أن يكون لدي مدخل تجاهك لأتعامل معك. يعني هذه الزيارة الله أكرمني جلست مع شرائح من الشباب، شرائح متنوعة من الشباب في مصر، هؤلاء طلبوا هؤلاء طلبوا، جلسنا جلسات رائقة أسئلة وأجوبة. وجدت من الشباب من يعيش نظرة المظلومية إلى الحد الذي بشكل واضح يقول فلتسقط الدولة، حماية الدولة مسؤولية الدولة. طيب بس بمناسبة لو سقطت الدولة لم تسقط على رأس الحكام، نعم، لو سقطت الدولة على رأسك ورأسهم ورأس الجميع، لو سقطت الدولة إن شاء الله لن يحصل. المثل السوري ماثل أمام الناس والليبي ماثل أمام الناس، لكن شعرت أن لدي جرح من وراء هذا الكلام. نعم. بمجرد أن حاولت يعني مس هذا الجرح أن أفهم، وحاولت أرجو أن أكون صادقا في المحاولة أن أفهمه بجد لا أن أملي عليه فهما ليأخذه مني، فلما أنصت إليه وحاولت أن أفهم وجدت من وراء الأكمة جرح، وراء النبرة هذا جرح. هذا الجرح إذا لم نتنبه إلى 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 أولا احترام الألم الذي لديه. نعم. أعيد، أنا أعرف أطلت لكن هذه جزئية أستحسن حق، ينبغي أن نحترم ألم المتألم. الذي لا يفقه كيف يحترم ألم الذي أمامه لا يمكن أن يعالج حتى انحراف الذي أمامه أو ضلال الذي أمامه. فنحن بحاجة إلى محاولة فهم بعضنا البعض، احترام الألم، البناء على هذا الفهم للمناقشة الواضحة. أنا ما أتكلم هنا عن أجهزة الدولة، نعم، الجيش والشرطة أسأل الله أن يوفقهم وأن ينصرهم على من يحمل السلاح ويفجر ويقتل، هذه مسألة محسومة ما دامت أمام الذي يحمل السلاح. الكلام هنا عن واجبنا، نعم، نعم، لأن ليست لن تنتهي المسألة بالمواجهة المسلحة قط، وهذا في التاريخ لا يحصل. فهذه التفاهم، محاولة إعادة الثقة، النزول من مصطبة أنا فوقك وأنا سأفهمك، عدم محاولة استغفال. أنت ما أنتش فاهم. أيوة. أنت لو فهمت أنت مش فاهم. تماما. أيضا عدم التعامل مع الآخرين بالاستغفال، يعني احترام عقول الناس. لا أتكلم مع الذي أمامي وكأنه طفل وطبطب عليه وحاول يعني ولا طفل وأعطيه قطعة حلوة لأسحبه معي، لا، الذي أمامك صاحب عقل، هب أن عقله فيه خطأ، لكن احترم أولا أنه صاحب عقل، ما دام لم يحمل السلاح لابد أن يشعر باحترامك لألمه، احترامك لعقله، يشعر أنك حاولت بصدق أن تفهمه، أنك جاد ومستعد أن تدفع ثمن من الصبر والجهد والوقت من نفس تبذل وقتك لتبني جسور من الثقة. نحن بحاجة أن نضع هذه أولوية. نعم. أختم كما بدأت بالذكر، الدعاء للحاح على الله. يا إخوان نحن بحاجة أن ينظر الله إلى بلداننا هذا فيرى فيها أعين في الليل تدمع وتقول يا رب ارفع عنا. إذا كثر هؤلاء يعني من أعظم المصائب كما قال أحد الصالحين في زماننا من أشياخنا، من أعظم المصائب التي نزلت بالناس قلة أعداد الذين يضجون إلى الله في جوف الليل يسألونه رفع البلاء. طبعا الوقت إتماما لهذا الكلام، المولى تبارك وتعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب، فيذكر الله تعالى أنه أنزل شدة وبأسا بقوم من الأقوام فعاب الله عليهم أمرا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. كأن الله تعالى يقول من أغرب شؤونهم التي ينبغي أن تتعجبوا منها أنهم لم يفهموا أن نزول البأس والقلق والاضطرابات لم تدفعهم وتحولهم إلى أن يلمحوا هذه المخارج الواضحة البينة، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني كأن الله يقول إذا نزلت بكم شدة أو بأس استكينوا لربكم وتضرعوا له. وأؤكد على أنه قد يبدو هذا الكلام دروشة عند البعض، وقد يبدو كلام كده يعني سطحي أو سلبي مثلا يعني أو لا علاقة له بالواقع، لكن صدقني هو أحد المفاتيح شديدة الأهمية. معنا جربنا كل المفاتيح، طب خلونا نجرب ده، معنا قاعدين نجرب كل حاجة. يعني تخيل حضرتك أن هذا القطر المصري من المرسى مطروح إلى حلايب وشلاتين، هذه البقعة التي يعيش فيها 90 مليون إنسان كريم عزيز يشيع بينهم حال من المشاكسة والتبرم والضيق والضجر والاتهام والعداوة والتحريض. يا جماعة هذا النفس هذه الروح لا تساعد أبدا على وجود
استقرار للبلد، حاولوا أن تستبدلوا هذا النفس، أن تمطر من السماء في هذه الليلة أنفاس من الرحمة تبدل هذا الحال من الضجر والتبرم والمشاكسة والغضب، تبدله بحال من الصبر، السكينة، السعة. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم إنما تسعون الناس بأخلاقكم. السعة يا جماعة، كل إنسان يقابل إنسان في الشارع أو في الأتوبيس أو في العمل أو في يناقشه على الفيسبوك، خد بس قرار إنه توسع صدرك، بس خليها الشعار، وسع صدرك. يا ريت يا جماعة نوسع صدرنا، وسعوا صدركم. لما توسع صدرك وتزول الأكاذيب وتبدأ تقل قضية الإرجاف والإشاعة والكذب وكذا، اتساع الصدر مع انحسار الضبابية تؤدي إلى أن تلوح الحقائق، إن الناس تعرف تتصرف إزاي، نعمل إيه، نتصرف إزاي، ناخد قرار إزاي، هنعمل إيه بكرة. الانحسار الكذب مع شيوع السكينة وساعة الصدر يؤدي إلى وضوح المسالك التي يمكن التصرف من خلالها، حينئذ تستقر العدالة، حينئذ تندمل الجروح في النفوس وتهدأ النفوس وتمضي الأمور إن شاء الله. أسأل الله التوفيق يا رب. حوارنا مستمر، أنا بعد الفصل هينضم إلينا شاعران من الشباب بقى. هنتكلم. مفاجأة جميلة لما أخبرت بها، فرحت غاية الفرح. طب الحمد لله. وكذلك الشيخ أسامة. الحمد لله، هم كمان سيكونوا معنا الشاعر عمرو حسن والشاعر محمد إبراهيم، شباب عاملين دواوين قريت في بعضها في آخر دوانين شيء بديع. هنستمتع بالشعر وبالحوار بين عالمين كبار وبين شابين، مش هنبعد بعيد عن اللي احنا بنتكلم فيه، بس هي الكلمة، سحر الكلمة هو القادر على تغيير كل ما نحن فيه. إن من البيان الإسحراء. لقد دافع الأزهر عن الإسلام كل الهجمات الشرسة من الاستعمار. مصر التي صدرت سلم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد التي نزل فيه الإسلام. ذلك هو تحقيق العلم في أزالها الشريف. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، اجدد ترحيبي بضيفي العزيزين سيدي الحبيب علي جفري وسيدي الدكتور اسامه الازهري. انضم الينا ضيوف اعزاء، الشاعر محمد ابراهيم اهلا وسهلا، والشاعر عمرو حسن اهلا وسهلا، وبهنيكم على دواوينكم، كانت من اكثر الدواوين مبيعا هذا العام في معرض الكتاب. هنتكلم في الشعر وهنشوف دور الكلمه في تلك المرحله، بس قبل ما اتكلم، زملاء واصدقاء كثر كلموني عن طفل شكله ابن ناس عطر عليه، لي حكاية غريبة شوية. كان في سيدة ركبة تاكسي ومعها هذا الطفل اللي حضراتكم شايفينه، وبعدين استأذنت من سواق التاكسي وسابته واختفت. هل هو طفل كان مخطوف؟ ايه حكايته؟ احنا مش عارفين الطفل. خلونا نسمع الحكاية من الأستاذ أحمد علي، دليل الخير في جمعية صحبة وأمل. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ خير. أهلا بيك. ممكن تقول لنا ايه حكايه الطفل ده؟ جايز نساهم او نساعد ام دلوقتي زمانها ما بتنامش على ابنها واب؟ يا رب ان شاء الله. بس احنا عاملين دليل خير ده، احنا بنحاول ندور على الاماكن اللي بتعمل خير ننشرها للناس. فكانت بعت لنا من اسبوع تقريبا من واحده زميلتنا انجي ان صوره الولد، وان هم لقوه سواق تاكسي كان راكب مع واحده ركبت من الكوبري الخشب، نزلت الدقي وقالت له افك فلوس وهاجي لك، نزلت اختفت، فضل بالولد ساعه، لما اتاخرت راح سلمه في القسم، والاسم بالتالي بيسلمه لاقرب دار ايتام هو في دار في العجوزه اسمها دار الرعايه المتكامله، الخدمات المتكامله، دار الخدمات المتكامله في العجوزه. في العجوزه معنا بياناتها طبعا وتليفوناتها. الطفل عنده تقريبا سنه ونص وما بيتكلمش. بص، ما بين سنه وشهرين لسنه ونص هو بيمشي وطالع له سنين، بس ما بيتكلمش ولا كلمه على بعضها، يعني ولا حتى تحتها بسيطه، فده ممكن يكون تاخر في الكلام او ممكن يكون ما بيتكلمش، الله اعلم. احنا لسه طالبين فيه دكتور هيجي يبص عليه. الولد شكله محترم وكويس، كان جايب بيت براندات حاجه شيك، احنا شايلينها طبعا عشان مش لازم تطلع لغايه تشوف مين اهله. تعامله محترم، لو حاجه في الارض وقعت منه ما بياكلهاش، اما بيمسك موبايل تاتش والكلام ده فاهم ايه الحاجات دي، مش مغضوض منها ولا بيرميها، يعني متابع الرؤيه معانا. اجتماعي ظريف وسط الولاد مع الولاد الايتام اللي معايا، بيلعب وبيهزر،
فشكله مش حد في الشارع اصلا مش لاقيينه، لا يعني هو جاي من بيت نظيف. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ احمد. هذا الطفل اي حد يعرفه شافه يعرف اهله قريبهم جيران اصحاب يتصل باهله يطمنهم عليه، واللي يفرح يفرحنا يعني طمنونا، نتمنى ان تعود الفرحه اليكم بعوده ابنكم ان شاء الله. أسأل الله أن يسر جمعه على أهله. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، جمعه على أهله. اللهم آمين. جمعه على أهله يا رب. طمن قلوبهم عليه، وإن لم يكن هناك من يرى أنه له أهل فل اجمعه على ما يقوم به، على ما تحب وترضى، ويسعد بسعادة كبيرة. اللهم اجمعه على أهله. آمين. يا رب. اللهم آمين. طيب هتسمحوا لي نعرف السادة المشاهدين بيكو شعرا قبل ما نتكلم. طيب. فماذا تقول يا محمد؟ هقول حاجة اسمها نقطة الصفر. نقطة الصفر، تفضل. نقطة الصفر بتتكلم عن حاجة كده يعني فلسفية شوية، أنا أول مرة أتجه للون ده من فترة طويلة. بتقول قلب البني آدم نقطة، أهلك حواليه عاملين دايرة، أصحابك دول دايرة تليها، وزمايلك في الجامعة في دايرة، وحبيبتك دايرة لوحديها. جميل. فن المسافات بيلخبطهم، فتخش دواير في دواير، تلاقيك مهما تفكر حير، مين أقرب فيهم ليك دلوقت؟ مين شاغل تفكيرك أكتر؟ مين قرب مين نفسه فرصة؟ الحب ده شيء بمرور الوقت نسبته جوانا بتتغير، فتلاقي علاقتك مع غيرك شيء مش مضمون زي البورصة. كل العلاقات في أساسها دايرة ما نعرفش مقاسها، يا بتوسع بيهم جداً يدي تتحول نقطة. كل العلاقات في أساسها كانت ناس مش دايما ناسها، ما هو أصل البني أدمين من سكان الفترين، تشتري وتبيع وبراحتك على حسب الذوق والعرض، والأرض بتمشي تفرق كل العايشين على الأرض. الله 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 الله. عمر أنا قريت لك حاجة، الخطاب من طفل إلى ربنا، أنا سأترك لك الخيار يعني هسمعها منك بس سأترك لك الخيار. ما احنا قاعدين طيب مع احنا يعني ممكن ما نبدأش بيها. طيب يعني بس انا في حاجة بحب اقولها لانها على لسان جيلي يعني، وهي اكتر القصايد اللي جيلي بيحسها يعني، او هم بيقولوا لي ان هم بيحسوها. انا مش هقدر اكابر تاني، انا محتاج دكتور نفساني. مش لازم دكتور بس يكون سميع وصبور. الله الله الله. ويكون غير البني ادمين. انا اخر واحد كلمته كان يمكن من 6 سنين. كنت مفارق حد ساعتها مش متذكر يطلع مين. يمكن بابا او ياسمين او يمكن هما الاثنين. انا كنت بفارق بالجمله، واللي بيفضل منهم جمله ما بتطلعش في يوم ما يفارقوا. كام جملة في عمر أنا خبتهم، لو كانوا طلعوا يجوز كانوا فرقوا. أنا محتاج دكتور من أصلي، دكتور من الناس اللي اتسرقوا. أيوة. من اللي اتاخد منهم حاجة واستكفوا من الدنيا بحاجة. واللي اتفقوا بكل سذاجة إن الصبر في كتم العلة. مش محتاج دكتور من الشلة، ولا من أهلي، ولا من الناس اللي بتعرفني، ولا بنوتة بتستلطفني. أنا محتاج دكتور ينصفني لما احكي له عن اللي حصل لي. انا محتاج اتوضى واصلي. الله 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 الله. لا ده اختيار تاني خالص. طيب انا مش عايز ادير هذا الحوار، يعني انا عايز اكون منسق حوار لا اكتر ولا اقل، ولكن الان يجمعنا عالمان وشاعران. لو اردت ان تطرح على شيوخي وضيوفي الاعزاء سؤال او طرح في دماغك، تقول لهم ايه في الواقع اللي احنا عايشين؟ يعني انا بحبهم جدا يعني. طب الحمد لله. الناس اللي بتابعهم من زمان يعني. هي الفكره كلها يعني، انا في اسئله بتجيلي بتقول لي هي ليه الناس بقت كده، فبقول لهم الناس بقت كده ازاي، بيقولوا لي الناس بقوا وحشين. فانا بقول لهم يعني كل انسان فيه الخير وفيه الشر بنسبه معينه بتكبر بالوقت، او يعني يا الخير اللي بيكبر يا الشر اللي بيكبر يعني، وهديناه النجدين يعني، الانسان هو اللي بيختار. فيعني كنت عايز اسمع تعقيب حضرتك. عايز تسمعه من مين؟ من الشيخ الحبيب. اتفضل سيدي.
الجواب الذي أجبته هو جواب جميل وراقي، وأجمل ما في هذا الجواب أنه يحث الناس على الشجاعة، لأنه في كثير من الأحيان من شدة التعب والضغط والألم والصدمة والحرقة تبدأ النفس تتعب، والتعب يحملها على أنها ما عادت تريد أن تستمر في الحمل، فيسهل عليها أن تلقي الحمل من على كاهلها للترميه على الآخرين. المشايخ وصفهم كذا، والحكام وصفهم كذا، والشباب وصفهم كذا، والإعلاميين وصفهم كذا، والتجار صحيح يوجد لدى البعض من كل فئة بعض ما ينتقد، لكن النظرة السوداوية اللي أريد أن أقول سبب المصائب أن الجميع سيء. طيب وأنا يعني، ولهذا سنة نقد الذات وما أبرئ نفسي هي مفتاح الشجاعة التي بها تتغير الأحوال. وأود فقط أن أقول قبل أن يعني نستمع أكثر إلى سيدي أسامة، أشعر بفرح كبير وأنا أجلس معكم هذه الليلة، وأشعر بسعادة غامرة، ولعلكم تشعرون أنها ليست مجاملة. أحد أسباب هذه السعادة والفرح المعنى الراقي الذي سمعته في القصيدتين، يعني أنا سمعت وجدان صادق حي، ويمكن تلاحظت أني تواجدت لما سمعت كلمة حبيبتي وأنت تنطق بها، لأن الإنسان إذا لم يتعلم كيف يحب لا يمكن أن يتعلم كيف يعيش أو يعامل. الحب هو روح كل المعاملات، صلتنا بالله حب، صلتنا بالوالدين حب، صلتي بالإنسان التي أرتبط بها حب. وكنا قبل الدخول في وقت الفاصل كان الأستاذ عمرو يعني يقول يا ريت، بس هو أصلا مش سايبين لنا وقت نقدر حتى نحب فيه يعني، وذكرنا عنتر فقال لي عنتر ما كان يحتاج يركب الأوتوبيس يعني لما يندش. فاللي عجبني أنه في نبرة الحب، نبرة الصدق، أنك خدتنا هنا وهنا 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 محتاج طبيب، إلى أن وصلتنا إلى الوقوف بين يدي الله، وضعت يدك على جرح. إحنا والشيخ أسامة أخذنا وقت طويل عشان نحاول نيجي عليه بالآيات وبالأحاديث الشريفة باللغة العربية وبتقدير الحال وبتقسيم الواقع، لكن في النهاية أنت جبته بكلمتين، أنا محتاج طبيب يسمع، قادر أنه يستمع إلي. فأنا سعيد جدا أني أجلس معكم، بارك الله فيكم. سعادة لينا، سعادة لينا. عمرو، ما الإشكالية، أنت شاب، ما الإشكالية التي تجدها تتماس مع الدين طوال الوقت؟ والله هو يعني الحدث الأهم النهاردة بالنسبة لي، أعتقد أنه محمد كمان معايا بيشاركني بده، هو أنه أول مرة يعني نتعرض أن احنا نكون في حضرة علماء في الدين، وإحنا يعني كتاب أو شعراء أو ما إلى ذلك. الفجوة الحقيقية في وجهة نظري، وهي السؤال هيدور حواليها، هي يعني علاقة الدين بكل ما هو إبداعي، وبالفن وبالكتابة وبالرسم وبالموسيقى، يعني أشياء كثيرة لها علاقة بكده. إحنا مش هقدر أقول بننفر يعني، لكن إحنا بنواجه يعني الحقيقة حملات قاسية جدا، نحن في حل يعني نحن نبررها طول الوقت، نحن طول الوقت نثبت ان احنا لا نقصد، ونحن نكتب كتابة بعيدة عن يعني الشيء اللي ممكن يضل المجتمع وما الى ذلك. احنا طول الوقت في معركة التبرير دي امام يعني نماذج اتصدرت لنا نتعامل معها بخصوص الدين او نسألها. فانا عايز اسأل بس يعني يعني ليه اللحظه اللي احنا فيها دي ما عشاش كل المجتمع؟ يعني ايه الدور؟ يعني هل ده دور الازهر؟ هل هو دور المشايخ؟ لان ده هيفرق مع كل الناس اعتقد يعني. دكتور اسامه، انا شايف التهلل في وشك والفرح جدا جدا. شوف، اولا انا اتقدم لحضراتكم محمد وعمر بالتهنئه بصدور الديوانين. اشكرك. وأتمنى أنه يتكرر المجلس اللي أهنئكم فيه بالديوان الثاني والثالث والرابع والخامس والمية. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا أطرب للشعر، شيخ شاعر وأحبه، وكان سيدنا الشيخ الشعراوي تقريبا يقول أنا أستجيده وأستزيده. وأنا لي يعني أنا أفهم أنه أي حد سلك طريق العلم على حقيقته، رزق حقيقة العلم وعاش العلم من داخل، يجد أنه وجه للشاعر. الشاعر ده أشبه ما يكون بإنسان عنده ميكروسكوب بيلقط بيه
الانفعال، اللحظة، الموقف، الشعور، الفكرة، القضية ما بتعديش عليه، بتستوقفه شديد الحساسية وتستوقفه المشاهد والأفكار، وكمان يقدر يصوغها يعبر عنها ويصوغها صياغة لافتة للنظر مدهشة. كان موقف عابر أو صغير أو لمحة صغيرة لا تستوقف، بس لما الشاعر يصوغها براعته بقلمه تنقلب إلى شيء خلاب رائع ساحر. وأنا تربيت على مائدة إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، بالإضافة إلى أنه أنا شخصيا أرى أن هناك علاقة وثيقة جدا بين العلم والأدب، وأنا شخصيا أتابع مدارس الأدب المختلفة، الأدب الكلاسيكي عند الإلياذة والأوديسة لهوميروس والإنيادة لفيرجيل، الأدب المدرسة الرومانسية عند جان جاك روسو وشاتوبريان، المدرسة الواقعية الإنسانية عند دي بلزاك الفرنسي. دي بلزاك الفرنسي حب يعمل حاجة تعادل الكوميديا الإلهية لدانتي الإيطالي، فعمل الكوميديا الإنسانية. بتابع قدر الإمكان اتجاه الأدباء الروس، اتجاه الصقالبة الروس المعتز بالتراث الروسي، اللي على رأس المدرسة تولستوي وعلى رأس المدرسة ديستوفيسكي. تولستوي مثلا عمل أنا كارنينا وعمل رأيت الحرب والسلام. بتابع الأدب الأمريكي اللي مارك توين أبو الأدب الأمريكي. بتابع المدارس الأدبية المختلفة. أذكر حضرتك أنه وأنا بحاول ديستوفيسكي له رواية اسمها المقامر. يا مولانا أنا أجزم أنه ما فيش ولا إنسان يستطيع أن يفهم حكمة الله في تحريم القمار ما لم يقرأ هذه الرواية. استطاع أن يغوص داخل نفسية المقامر، كيف تتحول نفسيته إلى متلازمة نفسية تدفعه إلى الشغف بالمغامرة. أنا دلوقتي ما عادش عندي إلا 5 جنيه، في شغف نفسي بأنه يقف على حافة الإفلاس وأنه يفقد آخر شيء عنده وبيحب يرمي نفسه هنا، تشوه نفسي معين ما حدش هيقدر يفهم هو إيه اللي بيحصل داخل النفسية إلا لما يقرأ شخص بهذه الطريقة. سوفوكليس في روايته الأدب إغريقي قديم لكن بيصور الإشكالية المعاصرة ما بين الفن، هل هو راصد للواقع ولا هو يتكلم عما ينبغي أن يكون عليه الواقع. يا دكتور هو أنت عايز أنا آسف بس خلينا نروح ورا المعنى. أيوة انت عايز تقول ان رجل الدين وعالم الدين ليس منفصلا وليس خصما للابداع ولا للادب، ويجب ان يكون قارئا للشعر وللقصه وللروايه. عايز اقول بالضبط المعنى اللي حضرتك تفضلت به، وعايز اقول لاصدقائي الكرام انه الجلوس النهارده كرجل أزهري يحمل هذه العمامة الشريفة بجوار صديقين من الشعراء الواعدين اللي بيقولوا انه واذا رايت من الهلال نموه ايقنت ان سيصير بدرا كاملا. فاللي انا شايفه الان جلسة ود، صفاء، ثقة، محبة، يسمع فيها المشتغل بالعلم، يسمع فيها الشاعر فيطرب. انا اندهش لمقدرة الشاعر على التعبير، قد إيه هو مرهف، في عنده آلة بيان يستطيع أن يرصد بها الفكرة والشعور، بيغوص جوه النفس البشرية، بيخليني أقف بجواره على منصة أشوف فيها انفعالات داخل النفس عمري ما أعرف أشوفها وأنا واقف بره. أنا حبيت أؤكد يا جماعة أنه عمره ما ينفع يكون عالم إلا إذا كان متذوق للأدب، يتذوق الشعر بمدارسه المختلفة وفي أجياله المختلفة. عمره ما ينفع يكون عالم إلا إذا ما جلس إلى الشعراء وسمعهم وطرب لتعبيرهم وغاص معهم في جوهم الأدبي. فأنا يعني أنا شايف أنني في جلسة، لولا بس أن احنا على الهوى كنت أقول يعني سلام هي حتى مطلع الفجر بس احنا مع بعض. بس دعونا يعني نبني على كلام إذا أذنتم لي الشيخ أسامة شيء. الشيخ أسامة للأسف فيما يراه الناس اليوم ويسمعونه على شاشات التلفاز ويقرؤونه في الجرائد أصبح استثناء. دعونا نضع النقاط على الحروف. نعم هناك حاجة إلى الثقة، الكلام الذي كنا نقوله، هناك نوع من ضعف الثقة أو انعدام الثقة في بعض المواطن
بين مختلف جوانب المؤثرين في المجتمع الذين يخاطبون وجدان الناس وعقول الناس ويستمع إليهم الناس. من ضمن هذه الجسور المفقودة اليوم في الثقة من رفعوا راية الإبداع، العنوان الذي جلسوا تحته الإبداع، وهناك أناس رفعوا عنوان آخر وجلسوا تحته وقالوا الدين الشريعة. الإشكالات التي ترتبت على ضعف الثقة وعدم الثقة أوصلت الناس إلى مشكلة كبرى، وهي التوهم بأن الخلاف بين اللافتتين وليس بين من جلس تحت اللافتتين. يوجد عندنا في بيت الخطاب الشرعي من لم يأخذ المعنى اللي قاله الشيخ أسامة، ما جلسوا على الأدب. إحنا شيخنا كانوا يسمون مثلا عندنا في حضرموت قدماء المشايخ يسمون مثلا مقامات الحرير قصعة العسل. الناس في شدة الفقر قد لا يجدوا الطعام الدسم، فلما يخرجون رحلات ينفسوا عن أنفسهم يأخذون كتاب مقامات الحرير، هاتونا قصعة العسل. فكانت الرؤية يعني أنه الذي لا يقرأ الشعر لا يتذوق الشعر، كان بعض مشايخنا يقولون يصعب عليه أن يتذوق القرآن. شوف هذه كانت ثقافة سائدة في إعداد المشايخ. لما سقطت منهجية إعداد المشايخ الأصيلة التي أصدرت لنا مثل الشيخ أسامة الآن، صدر نشاز يعني بشع قدم للناس على أنه دين، وتخاطب على أنه هو صاحب السلطان، هو ظل الله في الأرض الذي يقوله هو كلام الله. فأعاد للناس للفئة المبدعين ذاكرة سيئة حصلت في أوروبا في القرون الوسطى، وهي المحاكمات التفتيشية والتهم التي تحصل. في نفس الوقت حتى نكون صادقين أكثر، يوجد نوع من التطرف في شرائح منتسبة أيضا للإبداع، فاستدعوا المعركة التي ليست هي أصيلة عندنا، المعركة بين المبدعين والكنيسة في العصور الوسطى. عاشوا هذه الحالة وبدأوا ينظرون بداية إلى العلماء وإلى الدعاء على أنهم هم نفس العقبة الموجودة هناك، فصدرت أنواع من التحديات التي تمس بعض المسلمات الحقيقية بطريقة ليس فيها وضع السؤال أو إحياء انعاش التفكير، لا، بطريقة التحدي الإهانة. فجاءت ردود أفعال أيضا فيها انفعال شديد فتعمقت. هو نحن من أسباب الفرح في هذا المجلس أن الآن نعيد مرة أخرى نموذج الإحياء تجسير هذه الهوة. الأستاذ ضياء دندش الكاتب الصحفي المعروف بيقولك ألف حمد لله على السلامة، وضع على صوتك التعب وإن عندك سلمك الله، ألف لا بأس عليك، حفظهم الله. طيب أنا هخرج الفصل ده بقصتين، وأنا طالما أنا معجب وقارئ يبقى من حق أطلب من شعرائي إنهم يقولوا لي. أنا محتاج أسمع منك قوي، وجعتني بقصيدة الأب والأم عن أبويا وعن أمي. طيب إحنا ممكن نخليهم للآخر يعني. طيب ممكن أفهم السبب وسأترك لك يعني عشان أضمن أن بابا يفضل صحي. طيب خلاص وأنا موافقك. جميل. طيب تقول إيه؟ أول حاجة اسمها الممنوع مرغوب. طيب اتفضل. علماء الفيزياء اجتمعوا على إن الشيء لو شبهك هتقرب منه يسيبك. علماء النفس اجتمعوا على ان فلان لو حبك عمر عينيه ما تشوف عيبك. قرب لو عايز تتفارق، وابعد لو عايز تدوم. الشيء بيضيع من ايدك علشان في شيء جاي ليها. الدنيا قواعد ثابته وكلام مثبت بعلوم، طول ما الحاجه قصاد عينك طول ما انت بتبقى ناسيها. تبقى كتير الحاجه قصادك لكن عينك رايحه لغيرها، تنسى الحاجه عشان في ايديك، اما اللي بتبعد ففاكرها. الممنوع مرغوب بطبيعته، وانت عشان بتحب تجرب كل ما حاجة بتبعد عنك تلقى ميولك منها تقرب. فتضيع الأولى اللي في إيدك علشان مش لاقيك مهتم، وتخسر حاجة في حاجة مكانها مع إنها ما كانتش أهم. وعشان ما افضلش كتير محتار بطلت أختار، اختار لي يا رب الله مين بكرة أحب ومين هكره. بقى عندي يقين لا متناهي إن من الأحسن 100 مرة إن الترتيب يبقى إلهي. الله الله الله، الحكايه ده جلسه دينيه خالص. عمرو. طيب انا اقول قصيده بحبها قوي اسمها كان نفسي. كان نفسي اكون مثلا عكاز نجيب محفوظ، اكتب معاه روايات واسمع معاه حكايات واشوف معاه الناس بيلعبوا بالزهر. كان نفسي أبقى مهية وأفضل لآخر الشهر. كان نفسي أكون إفيه طالع في عز الحزن. كان نفسي أكون ملزمة واخدك قوي بالحضن. كان نفسي أكون الشاي في إيدين من السكر الله الله، أو إبرة أنسولين
صاحبة مريض سكر. الله الله. كان نفسي أكون مترو بالخلق متحاصر. كان نفسي أكون راديو في خطاب لعبد ناصر. كان نفسي أبقى النيل علشان يبان معدني. أو جون لأي لعيب غير مجدي عبد الغني. إن شاء الله أكون خرطوم بيطر ساعة عصر. أو عرضة منعت جون كان ناوي يجي في مصر. كان نفسي أبقى العلم بالذات في ساعة نصر. كان نفسي أبقى هتاف ثابت ما يتغيرش. كان نفسي أكون لحية تهدي وما تكفرش. الله. كان نفسي أكون معجزة تحصل ما تتكررش. كان نفسي أبقى شهيد بعد الوفاة بيعيش. كان نفسي أحب بجد ومشاعري ما تخنيش. كان نفسي أكون ثورة والناس ما يكرهونيش. الله 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 الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ودايما بقول لو اتيح لي ان اسجل الفاصل وضيوفي يسمحوا لي دايما ان اسجل الفاصل واطلع بيه على الهوا، انا مش عارف الدكتور اسامه هيعمل فيا ايه لو عملت كده، بس انا هسيب شعرائنا هم اللي يتولوا المساله. زي ما انا قلت انا منسق عام النهارده في قاعده يشرفني ان انا قاعد فيها ما بين علماء دين ومبدعين. هو مش الشعر حرام والشعر من الشيطان ولا يتبعه الا الغوون؟ انا علشان كده كنت بدور على كلمه للامام الشافعي اثناء الشاعرين الكبيرين لما كانوا بيلقوا قصائدهم وجبتها، كلمه للامام الشافعي كان يقول: من تعلم القران عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغه والشعر رق طبعه. بس الله. ده شاهد الله. طب احنا عايزين نشوف كلنا كده بنتفق، وعايزين نشوف ونبدا هذه الفقره ببعض الشعر الحلمنتيشي. الله. الناس دائما اعتادت انها تشوف حضرتك بتكلمنا وكان الشيوخ لا يضحكون، وكان الشيوخ ليس لديهم من الدعابه وليس لدينا من تراث كبير جدا في الدعابه. هذه من بركات الفاصل. نعم. دي من بركات الفاصل. فهل وجبت يا مولانا وجبت. نشارك جمهورنا في سمع بعض الشعر الحلمنتيشي من الدكتور أسامة الأزهري. من نظم الدكتور. من نظم الدكتور. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا النهاردة جينا نسمع الشعر. هنسمعهم ما ورناش حاجة، هنسمعهم. وإدارة القناة مدت لنا في الوقت وكل حاجة خير يعني. طب أنا هكمل المداعبة مع حضرتك وأقول لك إن الشعر الحلمنتيشي نوع من الأدب قد ابتكره الأستاذ يعني المحاضرة برضه. علشان أتيح المجال هنسمع جزء صغير يا مولانا. لا عذرة. أنت محاصر يا جماعة. ترضوا أن تمر من غير ما يسجله ونزلها بقى وخلاص. نوع من الشعر، إحنا عندنا الشعر الفصيح المعروف اللي بيقوله أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والشعراء الكبار، وعندنا الزجل المشهور اللي أشهر أساتذته بيرم التونسي، وطبعا بعد بيرم التونسي المرحوم أحمد فؤاد نجم الله يرحمه، الطائفة دي من الشعراء والمبدعين. ففي منطقة وسط بين الشعر الفصيح القصيدة المعروفة المشهورة وبين الشعر الزجل اللي هو عامية مصرية، حاجة بتحاول تاخد الطريق النسق والوزن بتاع القصيدة الفصيحة وتركب عليه زجل، فبقى حاجة كده شعر فصيح بس مطعم عامية، وبقوا يسموه الشعر الحلمنتيشي. واللون ده من الشعر اللي بدأ يكتب فيه، أول من بدأ يكتب فيه كان المرحوم حسين شفيق المصري اللي سماه تلامذته أبو نواس الجديد، وكان بينشر قصايده سنة 1927 و1928 في مجلة مصرية عريقة وقديمة ماتت، ما عادش حد يعرفها ولا يتابعها، اسمها مجلة الفكاهة. نعم. كانت تصدر في مصر أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات، واللي يروح الأرشيف في دار الكتب المصرية يلاقي أعداد المجلة كاملة. حسين شفيق المصري ده كان ياخد مطلع قصيدة من القصايد الفصيحة ويقلبه للحلمنتيشي ده، وطبعا أستاذنا الأديب الكبير الشيخ الدكتور محمد رجب البيومي
العالم الجليل له مقال عن الشعر الحلمنتيشي وأصوله، وآخر من كتب اللون ده من الشعر ياسر قطامش. مش هتهرب يا مولانا، بس يعني أنا بنبه حضرتك إنه مش هتهرب. يعني الأستاذ الدكتور مصطفى وجب لي عنه كتاب شيخ سامة. أيوة ماذا قلتم رضي الله عنكم؟ عمرو قطامش. نعم عمرو. نعم مهما قال الشيخ أسامة وقال الشيخ أسامة. أيوة. اللي أنا قلته مش حافظه، بس انا حافظ حاجات لحسين شفيق المصري. لا 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 عايزين نسمع لحضرتك. لا صدقني ما فيش حاجه هنا فعلا، لو في كنت قريت فعلا فعلا مش متذكر اي شيء ولا بيت. لا مش حافظه، لان انا اخر مره كتبت فيها حاجه من هذا القبيل كانت قبل حوالي 12 سنه، فيعني ده تاريخ قديم وعندي الكراريس موجوده. ليه هو عيب انك تكتبه؟ لا لا ابدا، انا ما زلت اكتب الشعر الى الان، بس يعني كانوا يقولوا والهم يخترم الجسيم نحافه ويشيب ناصيه الصبي ويهرمه، وبعد كده يقول مضى زمن ولم أنشد قصيدة، فصار الشعر من أفقي بعيدة، ومن يشغل بتحرير الفتاوى فكيف يعالج الشعر الجديد. كان أحد أساتذتنا يقول كده. المهم بس طرفة من حسين شفيق المصري، جاب قصيدة لأبي العتاهية: ألا ما لسيدتي ما لها أدلا فأحمل إدلا لها، وراح قلبها على العام يخناء بينه وبين زوجته: أظن الولية زعلانة وما كنت أقصد إزعالها، أتى رمضان فقالت هتولي زكيبة نقل فجبنا لها، ومن قمر الدين جبت ثلاث لفايف تتعب شيالها، وجبت صفيحة سمن وجبت حوايج ما غيرها طالها، فقل لي على إيه بنت الذين بتشكي إلى أهلها حالها، تقول لهم زوجي هذا فقير كأني أضعت لها مالها، ولا والنبي لا أخاف أباها ولا عمها لا ولا خالها، تجارتها زعلت زوجها فجاب العصاية تودى لها. أنا آسف يا جماعة، أنا نفسي أسمعكم يعني. نعم طيب سنسمعهم، بس أنا هدخل في الحوار برضو. إذا كان هناك نقد للواقع، ما هو أكثر ما يؤلمكم في هذا الواقع؟ يعني اللي احنا عايشينه، أنا بتكلم عن اللحظات الآنية، في صراع من اتهامات من جيل لجيل ومن اتجاه لاتجاه ومن كبار للشباب ومن الشباب للكبار، فبما أنكم شعراء ولديكم حساسية وداخل الشعر دائما مساحة من التمرد، إيه اللي مش عاجبكم؟ هل ممكن تجاوبوا شعر؟ يا سلام. لا هو صعب شوية، بس هو يعني الواقع دايما على عكس اللي احنا بنحلم بيه. يعني الواحد ممكن مثلا يحلم كل يوم ان هو بيكتب اغنية مثلا لأنغام لمنير، بس الواقع محتاج ان الانسان يتعب. نعم. بس احنا جيلنا اكيد محظوظ عن الاجيال اللي قبل كده. يعني الاجيال اللي قبل كده ما كانش قدامها مساحة انها تنتشر، لانه ما كانش فيه فيسبوك وما كانش فيه تويتر وما كانش فيه نعم مواقع التواصل الاجتماعي تقرب الناس من بعض للدرجه اللي احنا فيها. انا شايف ان انا جيلي محظوظ جدا، يعني ده كويس قوي. نفسه يعني من المرات النادره ان اشوف شاب اول ما يبدا يبحث في الجانب المضيء في حياته يرى انه محظوظ، بينتمي الى جيل محظوظ. انا جيلي محظوظ جدا. عمرو بتتفق معاه؟ لا طبعا. لا محظوظ ايه؟ ايوه ادخل ادخل. منين يعني محظوظ؟ لا طبعا انا اتكلم بشكل اكثر شموليه، يعني بعيدا عن فكره الابداع، يعني بعيدا عن فكره طبعا انا بسالك كشاب، يعني بعيدا عن فكره المجايله والابداع اللي محمد تطرق ليها، ربما يا محمد يكون له حق فعلا في النقطه دي، لكن على مستوى بشكل عام يعني مستوى الانسان، في الستينات على سبيل المثال يعني نشا جيل وكبر جيل، حضر معاهده مارس، حضر 36 وحضر الانجليز، فبدا يعني يتطرق الى بناء حلم قومي، فنشا جيل الستينات بكتابه وادبائه وبتجربه ناصر يعني وامتدادها وتوسعها، ثم نشا جيل من عبد الناصر تربى على من تجربه السادات والانفتاح يعني، فاصبح ابنا لهذه التجربه، فانشا يعني جيل التسعينات بقى اللي احنا شفناه، وجيل بقى الاكل المغشوش والمنتهى الصلاحيه والفراخ البيضه المنفوخه والاسمنت المضروب وبطاطسيه قد الاستوديو كده، فكل جيل ابن المرحله السابقه ليه. احنا جيل يعني كنا ابناء تجربة الانفتاح وتجربة الزلزال وتجربة التشظي اللي حصل بين جيلين مختلفين، جيل آمن بالتجربة. هو انت من الجيل ده، جيل الزلزال 92، انت كان عندك كم سنة في هذه المرحلة؟ كنت واعي عندي كان عندك خمس سنين. طيب لا تنتمي الى هذا الجيل يعني، لكن كبرت عليه، تنتمي للالفينيات يعني، لكن انا كبرت على الجيل، يعني انا كبرت على التجربة دي، يعني انا خلفيتي لما كنت طفل ولما بدأت ابقى يعني اكبر
هي خلفيه التجربه اللي انا عشتها قبلها، تجربه انه كل شيء اصبح ملوش طعم. حضرتك عشت يعني تداعياته واثاره وامتداده يعني. مفيش كلام، انا وجيلي يعني. أيوه. وكان لازم ده يعني ينتهي باللي حصل في يناير على سبيل المثال. فانا اعتقد ان احنا حتى في الكتابه نفتقد للاب الشرعي، الحلم اللي احنا بنلتف حواليه. لذلك يناير، ثوره يناير لم تكن ثوره سياسيه فقط، لكن هي التفاف حول مضمون. يعني كنا بنلتف حوالين فكره، فكرة الحلم ده يعني، فكرة التجمع الحلم. فأنا شايف إن إحنا على مستوى الجيل بتاعنا، إحنا جيل يعني افتقد حاجات كتير، افتقد الأبوه الروحي. يعني إحنا مفيش أب، مفيش ظهر يعني، ما كانش لينا ظهر زي ما يعني بيقولوا يقدر يقوينا ويسندنا ونلتف حوالين تجربته. دي المشكلة اللي أنا شايفها يعني، دي اللي عملت أعتقد حاجات كتير لها علاقة باللي بيحصل دلوقتي، وبالهجوم وبالإهانة وبالتعدي وبالمشاكل وبالخلل اللي حصل ده. هو جايز انا ما رحتش اللي انا عايزه يعني، جايز انا كنت بدور على شيء ومش عارف سادتكم تشاركوني ولا لا. انا كنت بدور على ازمه حاليه انتوا شايفينها ازاي يعني، كنت عايز اروح بيكم للواقع اللي انتوا بتشوفوا كل يوم. احنا بنصحى نلاقي دم، نلاقي ضرب، نسمع تفجير، نسمع صراع، حقيقه ضايعه طول الوقت، حقوق غايبه. هل انتوا ده منعكس على شعركم متاثرين بيه؟ انت بكلمتني بفكره اوسع، فكرة الحماية، الظهر، الأب الغائب، السند، المشروع، الحلم. انتوا شايفين ده منعزل عن اللي احنا عايشينه الأيام دي؟ شايفين الخروج من الأزمة دلوقتي ازاي؟ شايفين الحل دلوقتي ايه؟ يعني انا شايف دايما ان كان في ثورة، كان في حاجة جميلة جدا، ابتدى بقى يعني احنا كلنا اتشاركنا عشان نعمل حاجة، وبعد كده كل واحد بدأ يدور على نفسه، فطبيعي يبقى في ازمه، يبقى في مشكله، لان احنا كنا ماشيين في طريق واحد، كل واحد خد جنب، طبيعي يبقى ده وضع احنا فيه. بس مين السبب بقى ما نقدرش نحدد. هو يمكن يكون بيحصل النهارده ده حل يعني، يمكن بيحصل النهارده ده في القعده دي او في الجلسه دي ده حل مهم جدا، الحوار، او ان احنا نقدر نطرق ابواب مختلفه، او احنا نقدر نسمح يعني نفتح مساحه اوسع ان احنا نختلف ولا نتخالف يعني. يعني لابد من ان في الفكر ده، لابد ان احنا نرسخ الفكر ده، ان احنا ما نموتش بعض عشان مختلفين يعني. يمكن ده يكون حل للخروج يعني من الازمه، انا اعتقد يعني. حاسس انك تقدر بالشعر تساهم في ده، في الفكره دي؟ اعتقد انه ده بيحصل حتى لو ما كتبتش عن الفكره نفسها. طبعا طبعا، لكن ان انا ابدا اصل لافكار وابدا اكتب اشياء تخص الحق والخير والجمال والحب، دي ممكن تكون رسالتي او رساله محمد، او يعني لعل عسى نقدر نحققها يعني ان شاء الله يا رب. سيد الحبيب، بتشوف ان ده مدخل؟ انا يعني فرحان بالرؤيه، وفرحان بان دايما الشعر عنده حاله من التمرد والرفض، فلاقي شعراء مدين ايديهم محمد لا يبعد نفسه من الخطأ ويرى أنه جزء، وهو بيقول كل واحد مننا راح في طريق، هو ما بيقولش أنا معصوم يعني، وعمر بيطرح حل الحوار. تشوف من أن ده طريق مهم أن يبقى من عندهم هم؟ قد لا أكون متأليا إن قلت أنه لا يوجد طريق آخر يعني. نعم. لحظة صدق نتكلم فيها مع أنفسنا. جربت الناس الطرق كلها الثانية، ما يسمى بالمصطلح المعاصر الأبوية، وهو ليس مقصود بالمعنى الأبوي عندنا في بيت الشريعة، لكن اللي هو أن أفرض الوصاية، الوصاية، التحكم في عقل الشاب وأمل الشاب وتفكير الشاب وإشعاره أنك لا تفهم، أنا الذي أفهم، في المقابل الشاب التمرد الذي لا تتدخل في حياتي، أنت فشلت في إدارة جيلك فلا تسق إلي فشلك أنت مرة أخرى، والخبرة التي تأتي منك لا أريدها، ودعني أنا الذي أخطط طريقي، فقط أنت ابتعد ونحن سننجح. هاتان الرؤيتان القائمتان على أساس أن لكل طرف يستطيع أن يبصر موطن الخطأ الذي في الطرف الثاني، ثم يكبره يضخمه في نفسه أولا، ليتحول إلى تضخيمه في واقعه، فتتحول إلى سخرية واستهزاء بالجيل السابق، وفرح ممن يسمعون السخرية والاستهزاء والإهانة أيضا للجيل السابق، وتتحول إلى اتهام للجيل الجديد مع السخرية والاستهزاء والاحتقار لأفكارهم وأمالهم ولأخطائهم. لا يحق لي أن أحتقر حتى أخطائهم، لأنها كانت محاولة للوصول إلى الصواب. هذا النوع من التعامل مع اتهامهم حتى بالعمالة وجمع الصادق منهم مع الكاذب في بوتقة واحدة، هذا النوع من
تضخيم أخطاء لا لا ليس له حل إلا أن نجلس ونحاول نفهم بعض. نريد نسمع نبرة الصدق في نقد الذات، نبرة الصدق في شهود منة الله أن ربي أكرمنا في جيلنا بشيء ما كان موجود. نريد نسمع نبرة النقد الجاد، أنه ينبغي أن نستيقظ من المرحلة التي مررنا بها لنحاول أن نعمل شيء. يعني في عبارة ما أن مع أهل إبداع وأدب، الفقير إلى الله يقول نحن مشكلتنا أن جميعنا أصبحنا فولتيريين وننتظر رسو بس. لماذا؟ طبعا معروف فولتير ورسو قامات أدبية كبيرة معروفة، كان بينهما تنافس يعني نوعا ما ما يجري بين الأقران. وفولتير يتكلم عن حقوق العدالة والناس والبسطاء والمحتاجين، لكن هو من طبقة أرستقراطية، رسو لا من طبقة بسيطة. وبدأ الناس يميلون نحو كفة رسو. فولتير ألف كتاب فيه قذع وقذف لرسو واتهامه بأبشع التهم، يعني اغتيال معنوي لشخصية رسو بالكلية، ودفع مال لينشرها بغير اسمه باسم آخر مستعار، لكن عرف من خلال أسلوب التأليف أن المؤلف هو فولتير. فقيل لرسو ماذا ترد عليه فيما فعل؟ قال لا، فقط أقول أني أرى أنه من الخير لي، لا قال لأن تكون فيا جميع الصفات القذرة التي ذكرها في الكتاب فولتير أحب إلي من أن أكون أنا الذي ألفت هذا الكتاب. يا سلام. الواقع اللي نعيشه اليوم كل واحد من كل يعني غالبنا من مختلف المواقع التي أقامنا الله فيها كل واحد بقى فولتير، بس ما ظهر رسو في كل شريحة منا، لأن احنا محتاجين هذا النفس يعود مرة أخرى. حضرتك كتبت شعر في أي مرحلة في حياتك؟ كتير الشيخ كتير الشيخ أسامة الشيخ ما شاء الله كتير كتير وبيخبي كمان، وأنا حرد نفس أرجوك يعني. أرجوك إلى متى كتبت شعر سيدي؟ كتبت أول ما بدأت أظن كان عمري 12 سنة، كانت شخبطة ولا تزال شخبطة يعني سينقدون. كان يعني قلت الفترة الأخيرة يعني بسبب ما الناس تعافسه، لكن أظن أن بحاجة أن نعود إليه حتى بالرغم من الآلام. نعم. أنا أقول أن بحاجة حتى إلى الغزل، وأعتذر بشدة لمن هو يبيت هذا الليل عنده قتيل أو مسجون وربما يتوهم أني أستخف وأستهتر بمشاعري، لكن لا، نتكلم عن آلية ضمن آليات عديدة نحتاجها للمعالجة. إذا جفت قلوبنا فلم تعد تستطيع أن تحب، لم تعد تستطيع أن تشهد الجمال، لا يمكن أن يرتضينا الله أن يكون أسباب لتغيير الواقع إلى الأفضل. فالتغيير يبدأ من الداخل. المهم كنت مع أحد مشايخي، أنا فهمت الشيخ أسامة، الشيخ نوح القضاة رحمه الله كان من كبار أئمة علماء المسلمين الذين انتقلوا ما عرفوا الناس قدره، كان مفتي الأردن. كنا نتذاكر عن بعض مشاكل الدعوة وهموم الأمة والشيخ تكلم معي وبكى، خنقته العبرة، فشعرت أني يعني زدت هم الشيخ على هم، فأحببت أن أخفف على الشيخ فكتبت بيتين في الغزل وأرسلتهما بالجوال إلى الشيخ، قلت سيدي هل أجزتم البيتين؟ كتبت لا تهجري قلبا إليك يهاجر، أو تدفعي روحا إليك تسافر، كم ليلة في نار حبك تصطلي، ولكأس ودك كم تبيت تعاقر. ما مرت دقائق إلا والشيخ أرسل، قصدي من القصة الملحظ هنا، إلا والشيخ أرسل رد، إن كان مهرك مهجتي قدمتها، أو كان بعض عمامتي سأحاذر. فدع الدلالة فإن جنة ربنا فيها من الحور الحسان ضرائر، هذا لا أعتذر للسيدات، لولا كريم هاجني بقصيده ما قلت شعرا والهموم تحاصر. الملمح الذي أردت الإلماح إليه هنا أنه عايش الهم ويبكي قبل قليل في حال الأمة، لكن ثمة جمال في داخله استطاع بالرغم من كل همومه استجاب سريعا. نعم. واستجاب ببيت رقيق، إن كان مهرك موجتي قدمتها، أو كان بعض عمامتي مبادئ سأحاذر. ما هذه القدرة على أن يتجاوب مع الجمال بالرغم ما هو فيه من الهم؟ أنه ربي على الجمال، ربي على حب الجمال، على عشق الجمال. أرسلتها للشيخ أحمد الكبيسي رد مباشرة، أرسلتها للشيخ أيمن سويد رد مباشرة، الشيخ محمود الزين رد مباشرة،
الشيخ أسامة السيد ورد مباشرة ويقول لكم الرد. شفت بقى هنا مع المشايخ أحب كده يعني تتبصى هتجيبها لي هجيبها لك تاني يا دكتور أسامة. ماذا ردت على البيتين؟ مش حافظها محمد مسجلين عندي حضرتك. خرجها لك. أيوة والنبي. لا حول ولا قوة. كنت تطلع لها. افتع يا دكتور. خذ يا دكتور ها. أيوة وجدتها. أنا حقرأ أبياته هو. أبياتك الشيخ أسامة أهو. الشيخ أسامة الأزهري. يا الله أنت حضرتك كنت بتقول إيه في الأصل؟ لا تهجري قلبا إليك يهاجر أو تدفعي روحا إليك تسافر كم ليلة في نار حبك تصطلي ولكأس ودك كم تبيت تعاقر. فأكملت قلت ولكم نشرت الوصل منك تعطفا فغدا يتيه به وراح يفاخر. أيظل وهو محبكم متقلبا منعا ومنحا يرتجي ويحاذر. لكن مضى والوصل عقبى أمره ووصال مثلك يا سعاد ذخائر. سعاد لأول مرة اكتشفنا الشخصية. العرب تكني عشان ما تجيب له مشكلة بعدين الشيخ لما يرجع الزيت رمز. طيب كني والشارب الشعر. مش قلقان ان الوالد ينام؟ لا مش نلحقه؟ نلحقه وبعدين الوالدة هتزعل. طيب حاضر. خليك فاكر الخطاب. انا ابويا. ايوه. ومن صغري يقولوا عليا نسخه مصغره منك وكربونه وصوره تبقى اصله وشكل. نحب الكوره والاهلي نحب انا وانت نفس الاكل ونسمع ورده واصاله تشيلني لحد باب اوضتي برغم اني اخدني النوم على الكنبه اللي في الصاله. فاكر لك كل حاجه عشان ما تكملش الحياه بغيرك. الله. وبوستك وانت عندك برد عادتني نمت في سريرك. الله. عتابك ليا على التأخير وعلى التقصير وعلى الشيشة. كلامك ليا عن غيرنا وناس بيعانوا في العيشة. عراق سرقت سنين عمرك عشان تعرف تجيب شقة. دواء جبته في يوم ما تعبت بآخر قرش اتبقى. وتضحيات وبيت وكيان حاجات ساعدتني من الآخر عشان أقدر أكون إنسان. الله الله الله. كتير تفاصيل بتجمعنا وقعت منك. عن طيب أمي عن أمي عشان ممكن تكملها للأم؟ يعني وليك خصتين. عن أمي هو يعني هو مشهد أنا دايما يعني بدخل عليها الأوضة بالليل أنا برجع متأخر شوية فهي لو صاحية بنقعد نتكلم لو مش صاحية بدخل أنا نايم وأريح دماغي. عن أمي خبطتين على الباب فأدخل. إيه قلقتك؟ كنت صاحي. ما تقولي لي يا أمي طيب بكرة جاي من أنهي ناحية؟ كل شيء عصته مجالي واشتغلت في غير مجالي. كل حاجة جريت وراها شفتها في ايد حد غيري. كل حاجة بكون عايزها ماشية دايما عكس سيري. حتى لو على الحلم خطوة ينتهي قبل ما طوله. بصي مش عايز اضايقك اللي جاي علشان اقوله انسي حتى انا قلت ايه. نامي سيبك مني خالص كل واحد في اللي فيه. الله قاسية. التعبير صادق وسهل سهل ممتنع يصيب المعنى. نعم. والإلقاء في روح. نعم عمرو. طيب أنا عايز أقول قصيدة لأصحابي. ماشي. يعني أنا أصلا يعني أنا مقيم أنا دلوقتي مقيم في القاهرة فأنا يعني أصلا حياتي كلها عشتها في الإسماعيلية. وأصدقائي هناك وكده يعني يعني اي برنامج ممكن اكون فيه ما اقولش حاجه عن الاسماعيليه ممكن انا يعني ما تدخلهاش. يحصل مشاكل واحنا اسماعيليه يعني دي ولايه يعني مش محافظه يعني الموضوع ده بقول ان هم عندهم ولاء يعني احنا عندنا الموضوع صعب فممكن ما اخشش وانا محتاج اسافر برضو يعني فهقول قصيده عشان يدخلوني المكان. عن الاوغاد صحاب السوق. كده الاسماعيليه ماشي اوكي. وعن شلة بتجمع بين تجارة وهندسة وحقوق. وعلمتنا ليلة العيد. وعن خطة ريال مدريد. وعن علبة سجاير كنت تتفرتك في فيلم جديد. وعن قهوة زيادة تقيل وساعة في كوبري قصر النيل. وعن هزيمتنا بالصدفة في آخر ثانية من البرازيل.
عن بوسة بنخطفها في آخر كرسي في السيمة، عن تذنيبة الواحد عشان يحضر بلا كتيمة، وعن واجب في يوم فرحك في غاية قلة القيمة، وعن لبس في دولاب صاحبك تشك بإن ده بتاعك، وعن تهريج قلب بغباء فسايب جرح في دراعك، وعن من بكرة هنصلي وننسى نصلي كالعادة، وأول يوم تشوف صاحبك ببدلة جيش وببيادة، وعن أفلام محمد خان وعن أنغام، وعن نفس السؤال إياه جايب جزمتك دي بكام، وعن شغل المراكبية تعالى تفضل اشرب شاي، وعن طلعتنا على الساحل ومين قال جاي، وعن ضحكة حسن فايق وعن ألحان عمر خيرت، وعن ألبوم منير الجاي، وعن أحلام حاولنا كتير نحققها وما قدرناش، عن أوقات صحيح صعبة لكن ليها لزوم تتعاش، عن الشلة اللي أنا منها ومهما بقول دي ناس صايعين، يلاقوا مصيبة نعملها ألاقي نفسي قلت أمين. يا أصحابي يا أصيع خلق في العالم، أنا ممتن ليكوا بجد على وقفتكوا وقت الجد، وعلى السر اللي في صدوركوا ولا قلتوه في مرة لحد، بشكركم وبأمركم تكونوا معايا للآخر بضحكتكم اللي بنت بنوت عن العشرة اللي عاوزة تعيش في وقت ما فيه حاجات. الله الله جميلة، كأنها ما تصف الأصدقاء بس، نعم كأنها توجه خطاب الواقع نعيشه اليوم في آخر البيتين هذي. نعم ليك قصيدة تانية، ما أنا أخذت اثنين محمد، أنت ليك اثنين. أنا عايز أقول قصيدة لأبو يرى الله يرحمه. طيب الله يرحمه. الله يرحمه. أنا أبويا وحشني جدا، محتاج رأيه في حاجات، رحمه الله، أهمل في سؤاله عني وما جاش من يوم ما مات، نضرته وساعته لسه عرف مكان ما سابهم، وهدومه جوه كيسهم وجداد من يوم ما جابهم، نفسي أتكلم معاه وأحكي له على اللي تم، وهقول له مين في مرض وزاره ونقل له دم، وهقول له إني آسف علشان خبيت عليه، وأحلف له بإني نفسي لو يوم ألمس إيديه، الله الله، أقول له شاي خفيف وأقسم وإياه رغيف، كان جبنة بقوطة باين أو يمكن جبنة بس، أنا عارف إنه سامع متأكد إنه خاص، ما هو برضه الموت لا يمكن يقتل في الناس شعورها. طيب أنا آسف جدا، أنا آسف، واضح إن عندنا مشكلة في المايك فالصوت مش واصل، هطلع فاصل نظبط المايك بتاع عمرو ونسمع القصيدة تاني والحق الدموع اللي نزلت، نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى، بعتذر وفرنا مناديل وزبطنا المايك وحنسمع قصيدة عمرو تاني عن والد الله يرحمه، كل واحد ابوه مات يعني هيحس باللي انت بتقوله يا عمرو، اتفضل. انا اسف طيب قوي، يعني اولا ان انا هعيد المشكله يعني تاني الموضوع لو حد هيزعل مني، انا نرجو انك انت تعيد القصيده تاني يعني، نرجو الالم هيبقى مرتين يعني. انا ابويا وحشني جدا، محتاج رايه في حاجات، اهمل في سؤاله عني وما جاش من يوم ما مات، نضارته وساعته لسه عرف في مكان ما سابهم، وهدومه جوه كيسهم وجداد من يوم ما جابهم، نفسي اتكلم معاه واحكي له على اللي تم، وهقول له مين في مرض وزاره ونقل له دم، وهقول له اني اسف علشان خبيت عليه، واحلف له باني نفسي لو يوم المس ايديه اعمل له شاي خفيف واقسم وياه رغيف، كان جبنه بقوطه باين او يمكن جبنه بس، انا عارف انه سامع متأكد إنه حس، ما هو برضو الموت لا يمكن يقتل في الناس شعورها، ومفيش في الدنيا شجرة تقلعها من جذورها، الله، ومفيش في الدنيا راحل إلا وسايب وراه واحد من صلبه شبهه يدعيله في الصلاة. أنا أبويا وحشني جدا، وحشاني معاه حاجات بطلت أعملها وحدي من ساعة لما مات. الله الله، لا فوضى فوق. والدي الحمد لله لا يزال على قيد الحياة، لكن القصيدة يعني نكأت فيها شيء، وأنا استأذنكم في أقل من دقيقة بس أريد أن أكلم أبي، أنا أعلم أنه الآن يشاهدني هو وأمي، سامحوني أنا مقصر معكم غاية التقصير، وأسأل الله أن يمد لي في عمري
عمركما حتى يمتعني الله تعالى بكما ويرزقني الأدب معكما وحسن القيام بحقكما. أسأل الله أن يرفع درجات والد أخي عمر ويرفع درجات والد سيدي الشيخ أسامة والدتك الله يرحمه والدتي يا رب آمين. وكل أمهات المسلمين وال طيب اسف مره ثانيه لا يؤسف على مثل هذا. احياء معنى الانسان في داخل الانسان الذي الحزن جزء منه والفرح جزء منه والحب جزء منه هذا الذي نحتاجه اليوم. ولا كيف يا سيدي اسامه؟ بلا شك يعني الشاعر الذي يعيد الانسان انسانا ويحرك فيه معاني الانسانيه ده نعمه من ربنا. طيب انا فاضل لي دقائق هختمها بشعر ثم اسمع تعليق. ليس في الشعر لا يجب ان ندخل الى الابداع بالحلال والحرام. يعني دائما نتصادم في فكره الحلال والحرام وانت بتكتب كده وهذا تجرؤ لدرجه ان القصيده اللي طالبها من عمرو قلقان لانه بيتعرض لهجوم رغم ان رايتها من اجمل رسائل الحب الى الله سبحانه وتعالى. ولكن هو نفسه في ناس بتتقبل مثل هذا النوع من الكتابه بعقل وقلب مغلق. يعني استاذ ماذا تقول؟ هو انا بس عايز اوضح نقطه. هو يمكن انا اول مره اقول ده. القصيده يعني هي قصيده واحده انا قسمتها في الديوان لجزئين عشان ما يبانش ان ده انا. يعني هي القصيده قريبه مني جدا, هي بتتكلم عني. انا اتولدت بشلل دماغي ودخلت اوضه العمليات من وانا عندي 4 سنين. يعني يمكن انا الناس ما تعرفوش ده اول مره اقوله. يعني فانا اتكلمت في القصيده دي يعتبر يعني شايلها على جنب كده في الديوان ما بقربلهاش, قسمتها عشان ما اقراهاش يعني, بس حابب اقولها. يعني تقدر تتكلم عن نفسك بالشكل اللي يخليك ترتاح ويخلي همومك تنساك. مدد على طرف سرير وجعك وقطع تذكره رايح مش جاي وانا جاي معاك. انا اخر درج في اخر فصل واخر عين على السبوره. انا كنت الجون علشان الكوره ما حبتنيش مع ان انا حبيت الكوره. انا عمري ما قلت لبنت كلام يقدر يقنعها تكون جنبي. من صغري ما حبيتش الاحلام ولا حبيت اللون البنبي. انا فاكر يوم معناها بكو على ابو واحد صاحبي طاف. انا فاكر حتى رقم اوضتي وفاكر ايام المستشفى. انا فاكر شكل الدكتور وحوار دايما بيدور بينا تطويل اوتار رجليك لازم علشان في رجل اطول سنه. والعجله المركونه في بيتنا تراب الزمن اللي دفنها. أمي اللي بتحلف منزلش وأنا بكسر دايما حلفنا. أنا كنت بحب الشارع موت مع أني ما شفتش فيه غير موت وما كنتش ببقى هناك مبسوط. مع ذلك سبت طفولتي تضيع في القعدة هناك. دوشة ومستشفى وناس وشوش وأنا نايم والخوف حواليا. إيدك مع إيدي البردانة في صراع خليك جنبي شوية. الورد ده خالي بعتهولي ساب اسمه بخط كبير على الكارت. مفعول البنج اللي في دمي راح فجأة ببص لقيتني كبرت. جناح الدنيا شالك فوق ورزعك تحت. بكيت وفرحت بكيت فرتحت. وطعمك طعم أول بنت تقابلها في أول يوم في إعدادي. وقلبك لسه لون صفحة في كشكول سلك لسه جديد. ما كانش ساعتها فيك لمعة وشكلك منتهى العادي. فضلت تحبها لوحدك وأبعد من بعيد ببعيد. لأن العمر حقن البنج تنام عيل تقوم تلقى ملامحك كلها تجعيد. معنا الفنانة أنغام. أهلا وسهلا. ده ألو. أهلا وسهلا. مساء الخير أستاذ خيري. مساء الخير عليك. إزيك يا أستاذة؟ أنا بكلمك أولا اسمح لي أقول مساء الخير لشيوخنا الأفاضل اللي قاعدين, الشيخ حبيب علي والشيخ أسامة الأزهري. بارك الله فيك. أهلا بيكو. أنا أولا مستمتعة جدا من بدري. انا متابعه الحلقه من بدري جدا من اول ما ابتديتوا تقريبا. ويعني من احلى سهرات الايام الحلوه كلها. يعني ده يوم هفتكره, سهره من هفتكرهم في حياتي يعني. واسمح لي اقول للاساتذه الشعراء الشبان المحترمين اللي حضرتك مستضيفهم عمرو ومحمد. نعم عمرو ومحمد. ان انا استمتعت جدا باللي سمعته منهم الحقيقه. وبعتبر نفسي يعني محظوظه, انا المحظوظه ان هم ذكروني مرتين. يمكن عمرو ذكرني مره وافتكر ان محمد ذكرني مره قصيده من قصايده اللي عجبتني جدا بتاعت اصحابه في الاسماعيليه. عمرو اصحابه اللي في الاسماعيليه. ايوه
بالظبط. قصيده الاسماعيليه دي ذكر اسمي فيها. فانا ده شيء يعني مش عارفه اقول لك قد ايه ساعدني ان انا واصل لهم، وان هم يعني وصل لهم ومؤثره فيهم وبيحبوا اغانيكي كمان. يعني انا يشرفني، انا يشرفني ويسعدني اذا هم حبوا طبعا ان انا اغني من اشعارهم في يوم من الايام. انا محتاج اعلق بس، يعني اعلق ما اقول يا عمرو. يعني اللي انا هقوله ده يعني انا يعني مش ممكن ما يكونش التعليق يعني هقوله بشكل مناسب، ممكن يخون الكلام، لكن انا عايز اقول ان يعني انغام بالنسبه لي انا وبالنسبه لجيلي من اهم تفاصيل حياتنا. يعني انغام احنا بننبسط مع انغام وبنحب مع انغام وبنهدى وبنقعد لوحدنا وبنبدا نفكر في الحياه مع انغام. كوني اكتب في القصيده فده لان انغام بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لجيلي وبالنسبه لي انا بالذات وبعتقد بالنسبه لمحمد طبعا حد يعني انا اتشرف ان انا اسمع حاجه انغام تغنيها. لا انتوا تشرفوا الشعر في مصر وتشرفوا الشعراء في مصر وتشرفوا الفنانين. انا نفسي اقول حاجه، اي حد يغني. محمد عايز يقول لك حاجه. انا نفسي اقول حاجه لان انا يعني انا مش عارف انا بحلم ولا يعني ولا عايش ولا ميت ولا ايه. انا الناس اللي يعرفوني يعني يعرفوا ان حلم حياتي الاول والاخير ان انا بس اسلم على حضرتك، يعني مجرد السلام مش اكتر. انا اعتبرني اختك الكبيره شيء يشرفني طبعا. انا يهمني مش بس يسعدني ويشرفني ويهمني ان انا اغني بشعراء محترمين وموهوبين زيكم، ويكون من حظي لو غنيت حاجه ليكم في مرايه. شكرا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه تانية معلش. اتفضل. انا يمكن انا بدات اكتب عاميه متاخر لان انا بدات فصحى الاول يعني، ففي انا قعدت فتره طويله من حياتي كده يعني بتعالج من الاكتئاب، ففي مشهد كده في حياتي مرتبط بحضرتك جدا. يعني يقول المشهد متاخد من فوق الاوضه بتاعتي، بقفل ابواب البلكونه، انغام بتغني الاغنيه فبتطلع احاسيس مركونه، منير بيقول غنوة خايف وانا بسمع في الغنوة وسارح، مش عارف ليه دايما بكرة بيكون هو نفس امبارح، سجارتي بدخانها بترفض تطلع من شباك الأوضة، واضحك مليون ضحكة وضحكة كلها تطلع دايما سودة، واتخيل ان الشاي مبردش وحبيبي اللي انا سبته زمان مبعدش، والشاي يبرد وينام الخوف جوا ضلوعي، مش عارف اعمل ايه تاني في القلب الخارج عن طوعي، والغنوة بتفضل تتكرر في بلاي ليست الأيام، وأفضل محبوس جوه الأوضة أنا والأغنية وأنغام. الله ربنا يخليك لينا. الله الله الله، ده أنا محظوظة قوي. ده إيه ده؟ أنا أسفة إن أنا ما قريتش أشعاركم. أنا أسفة، أنا بعتذر إن أنا جاهلة، معلش إن أنا جاهلة بيكم. يعني أنا أسفة إن أنا ما قريتش دوينكم، بس يعني أوعدكم إنها عندي من بكرة. يعني انا هتم انا جدا. انا غيرت جدا. انا غيرت وعايز اقول مقطع كاتب فيه انغام في ظهر الكتاب. طيب خلاص انا هحقق لكم كل رغباتكم النهارده. هنكمل المكالمه. هتسمع المقطع ده انغام كاتبه على ظهر الكتاب بتاعه على ديوانه. هو الديوان اسمه ناس كافيه، والباك كفر بيقول الى الساده اللي مهتمين بشرب القهوه والنيكوتين وعشق منير وصوت فيروز وادمان اي شوكولاته، إلى الناس اللي ببساطة يموتوا في كل شيء أسود وبيحبوا القعاد على الأرض وبيعدوا النجوم بالليل وبيحبوا المطر جدا ويرتاحوا لصوت أنغام، إلى السادة اللي لسه تمام. خلاص ده كده قضيت النهاردة يا أنغام. لا ده يعني أنا مفيش قدي النهاردة، محدش قدي النهاردة. إحنا سعداء بمشاركتك جدا ومداخلتك معانا. بشكرك جدا الفنانة الكبيرة أنغام. القصيدة الأخيرة. المشكلة دي اللي هي مش مشكلة ولا حاجة، خلاص وهتسمع من قصيدة. أنا مش خايف يعني، هو يعني أنا يعني ناس مش حاجة يعملوها بيشتموني أنا عارف. قول قول بس يعني قول. أنت عندك حماية وظهر كبير. لا أنا خلاص النهاردة فقول قول. وأنا صغير كنت دايما يعني علاقتي بربنا قبل أن تتكون يعني أو أن يتكون منظور كيف أرى الله يعني وأفهم وجود الله، كنت دايما بسأل ربنا عن أشياء ضاعت مني في البيت. الله. وكنت دايما بشتكي له من والدي لأنه عنفني أو يعني ما إلى ذلك. فلما ما عرفتش أكتب ده وأنا صغير، فلما كبرت كتبت جواب من طفل ربنا. الله الله الله.
طفل عنده 7 سنين. ربنا العزيز. أتمنى تكون فاضي شوية. أنا نفسي أشوفك من زمان، نفسي أشكرك. وصلتني اللعب الحلوة اللي أنت بعتها، وكمان القطة بتاعتي بتدعي لك علشان خليت أمي تسيبها وما تطردهاش. على فكرة الميس بتاعتنا كمان بتحبك موت، وبشوفها كتير بتصلي لك وقت الفسحة. الله. ماما قالت لي إن أنت ندهت البابا زمان، وقالت لي إنه مسافر عندك، لو كان قاعد جنبك قول له إني بحبه. الله. ماما قالت لي إنه كويس وإنه بيضحك وإنك موجود، بس المفروض إني أشوفك. أنا فاضي الجمعة وهستناك وهبص عليك من البلكونة، والله ما هحكي لحد خلاص. الله. أنا والله بحبك جدا، وحفظت كمان سورة الإخلاص حتى أشوف قل هو الله أحد. صحيح، يعني إيه كفوا أحد؟ وليه تخلي الدنيا ساعة في المدارس؟ وليه تخلي الورد يطلع شهر مارس؟ وسؤال تاني، الشمس لما تروح بالليل بتروح على فين؟ والمطرة بتنزل ليه ومنين؟ وشمعنى الفيل له زلومة؟ والنيل امتى هيخلص خالص؟ و معلش اسف اني طولت الكلام، وانا عارف انك مش فضيلي كل ده، انا قلت بس اطمنك اني بخير، وبفكرك بمعادنا يوم الجمعة من بعد الصلاة. شكرا قوي، وربنا يخليك يا رب. باي باي. انا بفتكر موقف سيدنا النبي بيصور لنا حالة واحد عليه الصلاة والسلام مسافر في الصحراء. الصحراء يعني هلاك كل اللي يملكه من الدنيا، الجمل بتاعه وشوية الزاد والمتعلقات بتاعته اللي معلقها على الجمل، المية شوية المية والأكل والحاجات. افرض انه الجمل ده ضاع في الصحراء، يبقى ايه؟ ده مات خلاص، مات. فالجمل بتاعه ضاع منه. تخيل واحد وحيد في قلب الصحراء، كل الحاجات اللي بتكفل ليه الحياة هربت، الجمل جري. ما فإيه مقدار الألم والحزن والانفعالات العاصفة اللي بتملأ نفس الإنسان ده؟ فنام من شدة الهم والأسى، وصحي فلقى الجمل بتاعه واقف جنبه، فتملكه انفعال جارف وفرح هائل، فبدأ يدعي ربنا. بيقول إيه من شدة الفرح والانفعال؟ بيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. في الحديث غلط من فسيدنا النبي يقول أخطأ من شدة الفرح. ده بيقول لربنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلام كفر. الكلام ده لو 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 جبنا على مقصده وطلعناه من القصة، واحد بيقول كان زمانه على اليوتيوب واتفرج، واحد بيقول لربنا كذا. لكن شوف سيدنا النبي بيقول لك إيه، بيقول ما توقفش عند ظاهر اللفظ، ما تتوقفش عند التركيب وتنسى إنه ده شخص امتلأ بإقبال على الله، بانفعال، بشعور. وسيدنا النبي يقول إيه؟ إيه وقع الشخص ده عند ربنا؟ لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم وجد دابته وقد أضلها في أرض فلات فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله. صلى الله على سيدنا. هل هو أخطأ؟ هو بيصور لنا مشاعر طفل بيكلم ربنا وبيسأله على مقدار مداركه وفهمه وطريقة تعبيره وتصوره للجمال في الكون، بيكلم ربنا. 7 سنين. كيف ترى هذا يا سيدنا؟ هو يعني وده نتكلم عن نقطتين ونقدر يعني رأيت الـ نعم. لا براحتك خالص. لا تفضل. النقطة الأولى يعني أصررت على أن أسمع القصيدة منك لتسمع ويسمع الناس تعليق الشيخ أسامة حفظه الله. وأذيل على تعليق الشيخ أسامة بشيء. القصيدة حوت جانبين، لفظ ومعنى. المعنى من أقل يعني من أندر القصائد التي لمست شغاف القلب في أن الإنسان يكلم ربه بدون حجاب، مسترسل معه. بمعنى أنت في تلك اللحظة وأنت في ذلك السن كنت تكلم ربك بدون حجاب. يعني إيه بدون حجاب؟ يعني بدون التصورات والتوهمات والشكوك، أنت تكلم من أنت متيقن أنه يسمعك. فتصورت أنه كبيرك الذي إذا كتبت له رسالة ستكتب له بهذه الطريقة. هذا معنى راقي. في داخل هذا المعنى أنت وجهت أسئلة وجودية، أنت أعطيت ومضات يقينية، أنت
أعطيت لمسات جمالية لما هو كئيب لفقد الأب. كيف تحول عندك إلى جمال أنك متيقن أنه إلى جوار ربه؟ القصيدة فيها معاني يعني حقيقة جميلة، يعني نسك، عبادة، تتأله. الألفاظ نعم فيها أخطاء، ومش خطأ أن الإنسان يغلط، بس ليش فعل هذه الأخطاء اللي في بعض الألفاظ مثل فاضي الحق سبحانه وتعالى ما يقول وكذا، الذي يشفع لها أنك لم تخاطب بها ربك بما أنت عليه الآن من وعي. أنت نقلت وصورت حالة خاطبت بها ربك في مرحلة أنت لا تخاطب أو لا تؤاخذ إن قلت مثل هذا الكلام. فالأسف الكثير منا يقف عند اللفظ ويغفل المعنى، وحتى لو أراد مثلا أن يعطي ملاحظة على اللفظ هناك ألف طريقة وطريقة لإعضاء الملاحظة غير الهجوم الكلي غير المستوعب. النقطة الثانية يعني خطر في بالي خاطرة أثناء مداخلة الأستاذة فنانة أنغام، أسأل الله أن يوفقها لما يحبه ويرضاه. أثناء كلامها والتفاعل الإنساني الحقيقي، المشاعر النظيفة المتعلقة بآمال وآلام وأحلام، يعني هي الذي شعرت وهم يكلمونها أنهم يكلمون آلامهم وأحزانهم وأفراحهم وأشواقهم ولياليهم من خلال ما كانوا يعتادون من سماع كلمات تتمس الواقع الذي يعيشونه، وهي تفاعلت تفاعلا إنسانيا بحتا من أنها شعرت أن الله أجرى ذكرها على يد أناس بمشاعر صادقة نظيفة وبريئة. فكرت أثناء الحوار هذا والتفاعل الموجود قلت هناك فريقان يسمعون الحلقة الآن ويتابعونها. نعم. فريق من صف أياه كله يا مشايخ تفضل، وكمان المغنية تتكلم وحغني لك وانت حتغني له، انتوا جالسين لا تحترم عمامتك انت ولا هو يحترم عمامته، طيب يلا يلا انت، هو هذا النوع، هذا نوعيتكم. وهؤلاء يعني الله يكرمنا وياهم بالهداية، بس أنا نقطة صغيرة أقولها انه راجعوا موضوع الكبر الخفي في القلب، لأنك تتكلم وكأنك قد نجوت وغيرك قد هلك. نعم. وهذا أخطر من أي ذنب آخر بعد الشرك. الجانب الثاني المقابل لهذا، هذا المتفتحين، هذا المشايخ، هؤلاء الذي كذا، أيوة اللي يعيشوا كذا واللي يعيشوا الناس، أشكرهم أيضا على هذه المشاعر. قد يكون هناك شيء صواب شيء خطأ في الحلقة، هذا شيء طبيعي نحن بشر، لكن أنا أبحث عن غير هذين الفريقين، أي ما احترامي لهم، أنا أبحث عن معنى ثالث. أننا كثيرا ما ننسى أننا نعيش في مكان واحد ومكان صغير اسمه الدنيا، وأننا شئنا أم أبينا أعجبنا بعضنا أو لم نعجب بعضنا، رأينا محاسن أو حجبنا عن محاسن، فقط ركزنا على المساوئ فيه وفي زيد وفي عمر، هذا لن يمنع حقيقة أننا نعيش معا. هذه الجلسة أظن أنها أوصلت رسالة، أرجو من الله ذلك، أن الناس إذا بحثت عن عمق إنسانيتهم يستطيعون أن يعيشوا معا بأرقى مما يمكن أن يتصور. أكيد هم يختلفون معنا في أشياء، ونحن كذلك وأنت كذلك ومع الفنانة، لكن كيف يمكن أن نفكر في البحث عن الإنسان فينا؟ لأن إذا وجدنا الإنسان فينا وجدنا الله. كيف وجدنا الله؟ أي أننا نجد حقيقة صلتنا بالله، لأنها لا توجد لنا صلة بالله إلا في روح إنسانيتنا، وبدون إنسانية لا دين، بدون إنسانية الدين يتحول إلى تخريب وتكسير. ولهذا يعني أختم بأنه يعني أود أن أقول لأهل مصر، أول حلقة بداية الحلقة كنا نتكلم عن ألوم وآلام وجروح ودماء ونزيف ومشاكل نناقشها، ثم النصف الثاني من الحلقة كانت مشاعر ورقة وقصائد وألم أيضا وحزن وفرح وحب ومشاركات. هذه الحياة، لا نأذن لجانب أن يتغلب على الجانب الآخر، لا نجعل مشهد القتل والدمار يجعل الحياة سوداء أمامنا. ينبغي أن نفكر أن هناك حياة، وهذه الحياة فيها رعاية من الذي أوجدنا فيها تعالى، ولنا رجاء كبير في فضله. وأريد أن أقول بكل ثقة بجناب الحق سبحانه وتعالى، مصر محفوظة، أقولها مرة أخرى، مصر محفوظة، وكل من يريد أن يغير هذا المعنى سيفعل ما يفعل، وفي النهاية سيعود عليه الأمر ومصر ستبقى محفوظة، ولكن أهلها ينبغي أن يعملوا على معنى كلمة مصر محفوظة. أسأل الله عز وجل لنا ولمصر ولبلاد المسلمين بل ولبلاد العالم الحفظ والتوفيق. ويختم بالدعاء سيد الشيخ. قبل الدعاء، ما نراه الآن من هذا النموذج من الشباب الممتلئ بالأمل والطاقة والإبداع وحب البلد والرغبة في بناء الوطن والفرح والسرور لوجود بوادر ثقة وجسور تمد بين أناس يتشرفون بخدمة العلم والشرع وبين شاعر مبدع، هذا بداية بارقة أمل.
بداية وجود تواصل وبناء للبلد. الشيء الثاني الإنسان المكون من مشاعر وانفعال وحس وألم وأمل وحب وتألم وحزن وأمل. هذا الإنسان جدير بكل احترام، عظمه الله تعالى لأجل هذه الكتلة من الـ الانفعال والمشاعر، خاطبه الله بأنبيائه ورسله وكتبه، كرمه الله تعالى ورفع قدره، أسجد له ملائكته. كنا في هذه الأمسية في رحلة لاكتشاف قيمة الإنسان وقدره وحقيقته. وأختم بدعوات صالحات أن يحفظ الله تعالى مصر بحفظه الجميل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتجلى على مصر وشعبها وجيشها، وأن تتجلى على مصر برجالها ونسائها وشيوخها وشبانها وأطفالها، وأن تتجلى على كل حزين ومكروب فيها، وعلى كل أم ثكلت ولدها، وعلى كل أم فقدت طفلها. نسألك اللهم بآلام المتألمين وفرح المسرورين، ونسألك اللهم بحزن المحزون وبألم المتألم وبأنة الجريح، ونسألك اللهم بأمل صاحب كل أمل، ونسألك اللهم برجاء صاحب كل رجاء، ونسألك اللهم بدعوات المتبتلين وأذكار المسبحين، ونسألك اللهم بذلك كله في هذه الساعة المباركة أن تتجلى على مصر بالسكينة. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر بحفظك الجميل. اللهم أنزل السكينة على مصر وأهلها، واجمع من شمل أهلها ما تفرق، وافتح لهم بركات من السماء والأرض. اللهم جمل أخلاقهم ووسع أرزاقهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم أبدل مصر وأهلها من بعد خوفهم بأمن، ومن بعد كربهم بفرج، ومن بعد عسرهم بيسر، ومن بعد حيرتهم بحكمة، ومن بعد شتاتهم بعصمة، واجعل عاقبة أمرهم رشدا. اللهم ارفع السيف والحيف والظلم والضيم والقتل عن المسلمين في بلاد الشام وفي بورما وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي ليبيا وفي أفريقيا الوسطى وفي ربوع مصر الطاهرة. ارفع اللهم الكرب عن المكروبين، احقن دماءهم واجبر كسرهم، وأنزل السكينة عليهم واجعل عاقبة أمرهم رشدا. ونسألك اللهم أن تتجلى في هذه الليلة المباركة في ليلة الجمعة بالسكينة والنور والبصيرة والسداد والإمداد والإسعاد والهدى والنور على مصر وعلى المسلمين وعلى البشرية جميعا وعلى الكون كله بليلة الجمعة الميمونة المباركة وبهذا الوقت الشريف المبارك المنير. ونسألك اللهم أن تفعل مثل ذلك بآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأقاربنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أوصانا ومن له حق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فلهذا قبل أن تختم ودنا نتوجه إليك بالشكر إلى فريق الإعداد حقيقة أستاذ خير، وفريق الإعداد الشباب الذي لا يراهم الناس يراهم رب الناس، وهم يتعبون ويصورون. هم أصحاب الفضل لنا وجهنا فقط. أشكركم جميعا لأن الفكرة هذه التي انقدحت في ذهنكم هي فكرة الدكتور محمد فتح والزملاء، كنت قلق منها. جزاكم الله عنا خير، أسعدتمونا بهذه الليلة. الله يبارك فيكم. أنا بشكركم جدا ويعني ممتن لوجودكم معايا النهاردة. مصر بخير طول ما أنتم بخير. تصبحوا على خير.